أولا أنا نيكول تنوري، بيسعدني إنه شارك اليوم بهذا اللقاء عبر مؤسسة لوياك. مؤسسة لوياك كمان بدورة فخورة بإنه تستضيف الباحث العالمي سيد جاسم السعدون، من منكم لا يعرفه؟ فهو غنى عن التعريف. لدينا أهلين أهلين أبو عبد الله. الله يخليك. اليوم لدينا مجموعة من الجيل الجديد، أنت بتهتم كثير بالجيل الجديد الذي نركن على قدراته طبعا من أجل مستقبل أفضل، إن كان في العالم العربي أو في العالم أجمع. طلاب شغفون بطرح أسئلة على حضرتكم سيد جاسم. لن أطيل طبعا، سنباشر بالتعريف. بداية، عبد الله إبراهيم المدفعي عمره 24 سنة، من مملكة البحرين، مقيم في دولة الكويت. فهو خريج إعلام وإذاعة وتلفزيون، وفائز بالمركز الأول في مسابقة الخطابة على مستوى مدارس مملكة البحرين الثانوية. يعمل حالياً في مجال العلاقات العامة. تفضل عبد الله. صاحب الرأي السديد والتحليل العميق الأستاذ جاسم السعدون، المجاملة لا تعرف طريقة، يراه البعض متشائماً ولكنه يعيش في الواقع. مساك الله بالخير. مشكور، الله يخليك. مشكورين جميعا، حياكم الله. لو سهلا العم عبد الله، دائما ما تدعو لضروره تنويع الكويت لمصادر الدخل. نعم. مع ظل وجود الامكانيات والموارد، بدايه حابين نعرف ما هو تعريفك لمصادر الدخل؟ نعم. عندما تعتمد على مصدر وحيد للدخل، والواقع خطأ ان نسميه مصدر دخل، لان ليس مصدر دخل، هو أصل في الأرض نقوم باستخراجه، وفي الغالب بتقنيات وبشر ما هم منا إحنا، ثم نقوم ببيعه ونستبدل النفط بالنقد ونصرف هذا النقد. هذا يتآكل، هذا يصرف بطريق خطأ، يخرب مستقبل البلد، تنافسيتها تسقط. فإذا أردت أن يعني تأخذ المبادئ الاقتصادية الحقيقية، كل ما هو غير مستدام يجب أن تتوقف وتحاول علاج أمره. هذا غير مستدام، فيفترض أن تحول الدخل غير المستدام، أو خلنا نقول الأصل اللي إحنا نسميه خطأ دخل، من غير مستدام متآكل إلى مستدام، سواء يتآكل بالنضوب أو يتآكل بالتقدم العلمي، مثل ما حادث الآن من محاربته نتيجة الجلوبال وورمينج، ومحاولة فيها جرعة سياسية حتى، يعني فنحاول قدر الإمكان نستبدله. الآن إحنا وصلنا لمرحلة لا نستطيع أن نشب ونطفي سويتش، يعني نغير، نحتاج إلى زمن. كمية التخريب التي حدثت بالبلد تحتاج أن ننتقل بشكل مرحلي إلى، يعني لعلنا ننجح في تنويع مصادر الدخل، لعلنا ننجح في خلق اقتصاد مستدام. أولا لدينا، قبل أن نذهب إلى مصادر الدخل المستدام، لدينا مشكلة حريق سيولة. في القديم، وانت ذكرت متشائم، في القديم كان يقال جاسم السعدون متشائم، وانا اقبل هذا، لان الاقتصاد اساسا هو علم كئيب، والاقتصاد بطبيعته انت لا تستطيع ان تسكت اذا رأيت انه انت مقبل على شيء خطر. والاقتصاد ما هو علم وصفي، علم استباقي، ولا ما له معنى. يعني لما اوصف الاوضاع انا مقتصادي، انا يجب ان ارى الاوضاع الحالية وأعمل إسقاط على المستقبل وأقول احذروا أنه بعد 5-10-15 سنة سيحدث ذلك. لذلك يعني اكتسبت، وأنا يعني أحترم هذا الاكتساب، لقب متشائم، لأن كنت أحاول أن أحذر مما نحن فيه حاليا، لكن الواقع ما كنت متشائم بما يكفي، لأن أظن صار أسوأ مما كنت أنا أقوله. عادل، الآن إحنا في وضع عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى هي مشكلة آنية، وهي مشكلة حريق السيولة. وحريق السيولة تعرف، لأول مرة بلد غني يقول أنا ممكن ما عندي رواتب بعد شهرين، تمام؟ هذه تكررت على مدى السنتين اللي فاتوا، يعني مو حديثة. وحتى لما حاولت أنا أنصح وسئلت، وأنا كنت محتجز في عمان لمدة 8 شهور أيام الكورونا، وحاولت أن أدعم موقف الحكومة، يعني أقول لهم نعم عندنا مشكلة سيولة
ويجب أن تتسامحوا مع أقراضهم. للأسف الشديد كنت مخطئ، يعني كان بمجرد ما صار عندهم فلوس، تذكرون يمكن الحكاية مالت المليار دينار لصرفة بليلة واحدة عشان جلسة واحدة لمجلس الأمة. فهؤلاء الناس يفترض أن يحجر عليهم، لا يفترض أن يعطوا الحق في التصرف بالذات إذا عندهم أموال. زين، فأعتقد أن المشكلة الأولى الآن هي حل مشكلة السيولة. وحل مشكلة السيولة أنا أفضل أن نحترق بمشكلة السيولة على أن أعطي نفس الطاقم الموجود حاليا ما يكفي من السيولة. من أين تأتي السيولة؟ أنا ما أمانع من الاقتراض، الواقع أنا ما أمانع من أن يأخذوا من إيرادات احتياطي الأجيال القادمة، إذا كان من يتصرف فيها بشكل حكيم حصيف. لكن السنة ونص اللي فاتت هذه أقنعتني بشكل قاطع أن هؤلاء الناس لا يفترض أن يوضع بإيدهم أموال. لذلك الدعوة الأولى للعلاج هي: واحد، تغيير جوهري في الإدارة العامة تحديدا في الحكومة، ثم سنتسامح مع قضية الاقتراض أو السحب من الاحتياطي. بس كيف يمكن أن نحول الآن هذه قضية اللي هي أزمة السيولة إلى علاج مستدام؟ ذكرت في البداية إجابة على سؤالك أنه النفط غير مستدام، إما بالنضوب أو بالتقادم العلمي. تمام، إحنا بدون وعي، يعني بدون جهد منا، 2011-2012-2013 ومعظم 2014 ارتفعت أسعار النفط. رغم كل التبذير، رغم كل الخطايا اللي سويناها، جمعنا احتياطي أجيال قادمة أو الصندوق سيادي. الصندوق السيادي الآن بحدود 700 مليار. فكان رأيي القديم لهم، وأنا يعني هذا الرأي أوصلت لهم لما بالأزمة السيولة الأولى سنة 2014-15-16، إنه يفترض الآن أن نستبدل الدخل غير المستدام كحل مؤقت، الدخل غير المستدام بحل مستدام، اللي هو أن نستخدم هذا الأصل اللي هو مستدام اللي هو الاحتياطي، ونحاول أن نوظفه بتغيير وظيفته، بتغيير البشر اللي يعني يفهمون وظيفة جديدة، ونعتبر الدخل من الاحتياطي هو الدخل المستدام. ويومها كان الدخل كان الاحتياطي 420-430. فلو أخذنا فقط اعتبرنا أن دخله 6% سيغطي حوالي 60% من مصروفات الميزانية يومها. زين، الآن هو أكبر بس المصروفات أكثر. فالخطوة الأولى هي يفترض أن نعالج مشكلة السيولة بتغيير تركيبة تمويل الموازنة من دخل غير مستدام إلى دخل مستدام. وهذا يعني: واحد، مثل ما قلت لك، توظيف الاحتياطي بشكل صحيح. اثنين، يفترض أن نبدأ بالتفكير بالضرائب على أصحاب الشرائح الدخول العليا، وبالتالي يفترض حتى لو كانت 4% 5%، بس يجب أن نتعود أن المالية العامة المستدامة تأتي من نشاط اقتصادي، تأتي من البشر اللي يفترض أنهم محبين لهذا البلد. فنبدأ بالضريبة، ثم نبدأ بضغط النفقات العامة، الهدر يعني أنا متأكد أنه استقني عن 25% من النفقات العامة دون مشاكل عادل. ثم نأتي بدخل النفط يكون مكمل مثل النرويجيين، مكمل في البداية سيكون يعني جزء كبير منه، لكن في النهاية يجب أن يتناقص. وبذلك نضمن على الأقل أنه أطفينا حريق المالية العامة. الآن عندما نذهب إلى الحل الاقتصادي، الآن الصدامة الاقتصادية تحتاج إلى تغيير جوهري في كل شيء، بدءا بالتعليم. اليوم نحن نخرج ناس حملت شهادات بس ما لهم علاقة بالعمل، ما لهم علاقة بالإنتاج. حتى لو افترضنا استمرينا بالإنتاج، إنتاج التعليم التقليدي اللي هو مهندس وغيره، اليوم حتى طبيعة الوظائف اختلفت تماما. فيفترض أن يكون هناك تعليم مختلف، يفترض أن نركز، لا نستطيع أن ندخل صناعة كثيفة لكن خدمات كثيفة. يعني الكويت مركز مالي وتجاري عادل. الكويت اليوم في بقعة محاطة بقوة إقليمية عظمى لهم احتياجاتهم، سلع، خدمات، سياحة تجارية، سياحة طبية، سياحة. لو تحولت إلى مركز تجاري الكويت لخدمة المليون، أكثر من 100 مليون في غربها وشمالها، إلى جانب طبعا بقية الموجودين حولنا، أنا أعتقد هذا يكفي لخلق فرص عمل لكل الشباب القادمين إلى سوق العمل. وتعرف أنه كان في يعني نبذة عن
مدينة اقتصادية أو منطقة اقتصادية، فأنا أعتقد أنه هذا يكفي. مركز مالي الكويت متفوقة ماليا ولديها ما يكفي من أرصدة، أيضا كمركز مالي يمكن أن نقدم خدماتنا عندما نتحول إلى مركز مالي حقيقي. بس هذا لا يحدث إذا كنا نأتي بمدير الموانئ واحد وفقا للجينات، ولا مدير طيران المدني واحد وفقا للجينات، ما لا يحدث ذلك. لذلك يجب أن يكون الاعتناء أساسا بالبشر، والبشر وفقا لقدراتهم وليس وفقا لجيناتهم أو انتماءاتهم القبلية أو الطائفية. وبالتالي أخلص من كل اللي تقدم أنه ما لم نركز على أنه النهاية عنصر النمو والتنويع هو البشر لن ننجح، والبشر يبدأ من الإدارة العامة وينتهي إلى التعليم وغيره. جميل اللي ذكرته، ودنا ناخذ هذا الموضوع من زاوية أخرى. إحنا كشباب إذا ودنا نحن نساهم في تنويع مصادر الدخل، نعم، هل يمكننا ذلك؟ أنتم يمكنكم من خلال مثل القلق على مصيركم. اليوم إحنا عندنا 350 ألف موظف حكومي، شو يسوون؟ لا نعرف. يعني هم يكفي في الألف، في الألفين البنك الدولي كتب أنه عندكم 103 ألف موظف، لكن 50% ما تحتاجونهم منهم. زين، اليوم هذا التكديس قتل لروح القتال حتى لدى الناس. العنصر البشري هو الأهم. اليوم حاطينهم بعلب سردين ما يسوون شيء، الانتاجية ترتفع لما صاروا 30% فقط اللي يداومون. لذلك أنتوا دوركم أن تقاتلوا من أجل مستقبلكم. يعني أنتوا اليوم لا تضمن وظيفتك. الآن 75% يذهب إلى نفقات جارية لا 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 تؤدي إلى لا إنتاج سلعي ولا خدمي. طيب إذا أنتوا جيتوا 400,000 جايين خلال 15-20 سنة، 400,000 قادم إلى سوق العمل، في السوق أوردي البطالة أكثر من 50-60% المقنعة، وبدأنا ندخل مرحلة البطالة السافرة. لذلك دورك أنت أن تنشر الوعي بأن القضية ما هي قضية يعني خلاف سياسي، قضية وجود. لذلك ما لم أنت تبدأ بالضغط لأجل يعني مصيرك، عملك، أسرتك في المستقبل، لقد نخسر كل شيء. لأن بمجرد يعني لو تشوف كل العالم متى دخل مرحلة عدم الاستقرار تجدها محصورة في يعني نقاط رئيسية اللي هي بطالة وفساد وتضخم. الدخل الحقيقي يتآكل، لذلك تنفجر البلد من الداخل. إذا صار في حالة من عدم الاستقرار لن يستثمر أحد عندك. جميل، ومن الجدير بالذكر لديك العديد من الأفكار الإصلاحية، لماذا لم تتبنى الحكومة هذه الأفكار؟ شوف، أنا شاركت مع حكومة في القديم في الثمانينات، وقدم لهم دراسة مع أكشن بلان، يعني مو بس دراسات، ومن أفضل جامعات العالم خذوها وقبلوها كما هي، وضعوها في الأدراج وتصرفوا بالضبط عكسها. لماذا يا عبد الله؟ لماذا عكسها؟ أنا شوفي، خل أقول لك حادثة مع واحد كبير جدا في الحكومة. مرة ناداني وطلب أن أكون ضمن لجنة من 6-7 تحيك وتفصل وهم يلبسون عدل. ما تكلمت. بعد ما بغينا نطلع قال لي ليش ما تحكيت؟ قلت له لأني أعتقد أنه ما عندك مشكلة في الإرسال، عندك مشكلة في الاستقبال. قلت له عندك مشكلة، أنت الكل عطوك من أيام اللي ذكرتها، لاحقا ماكنزي، لاحقا بلير، لاحقا، بس أنتم ما تستقبلون لأنكم ما تفهمون يعني شنو اللي قدم لكم، ولا تستطيعوا أن تفهموا ما يمكن أن يحدث في المستقبل. نعم، عفوا. إيه، فالمشكل أنه نحن نقوم بتشكيل مجلس وزراء، هيكلة موجود بالجينات، ثم يأتي بعدها الباقي للتوزيع المناصب عليهم لشراء الولاءات الباقي. وهؤلاء ناس أولا لا يفهمون ما يقدم لهم، ثانيا وهذه المشكلة أنه من جاء بهذه الطريقة سيأتي بكل من حواليه بهذه الطريقة. لذلك في القديم كان الخراب موجود في مجلس وزراء، الآن وصل إلى رئيس القسم. فتعيينات البراشوت هم في النهاية الإدارة العامة. نحن في بلد مو بلد تقليدي، بلد اقتصاد 70% من الاقتصاد حكومة. لذلك كل مدراء هؤلاء جاءوا بالبراشوت مو بالكفاءة مو بالقدرة. لذلك الحوار معاهم ما له معنى.
لذلك لما طلب مني مرة في 2000 ومرة في 2011 أن أشارك، قلت لهم لن أشارك ما لم يتغير المستقبل، لأن كلنا صرنا أجهزة إرسال، لكن أنتم ما عندكم ولا جهاز استقبال. أستاذ جاسم، انطلاقا مما ذكرت، هل تتفق بأن مجلس الأمة يشكل عائقا لهذه؟ أبدا أبدا، هذا الكلام ما أخذ خيره. خل أقول لك تجربتين. يعني أفضل الدول التي نمت ونشأت نشأت بديمقراطيات، وخلني أخذ نموذجين مختلفين. في سنغافورة إذا تذكرون سنة 60، وسنغافورة مساحتها كلها 220 كيلو متر 220 ميل مربع، زين، بس المدينة كان فيها كهرباء وفيها طرق، بقية الـ 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 يعني المناحي ضواحي لا مجاري ولا كهرباء ولا شيء. شريرة الفغر فيها ثلاث عرقيات رئيسية، وفيها عرقيات ثنتين ثلاث جانبية يعني هامشية، يتكلمون رسميا أربع لغات بهذه البقعة الصغيرة، زين. عندما تبنى أحدهم مشروع نهوض ليكوانيو، عندما تبنى مشروع نهوض تبناه بشكل ديمقراطي، أسس حزب، فاز بأربع مقاعد، ثم 11 مقعد، ثم أخذ أغلبية 26-27 مقعد، وبالديمقراطية خلق سنغافورة الآن اللي هي واحدة من أفضل دول العالم والأولى في التعليم، في مستوى التعليم، بلد هالكبر عادل، بالديمقراطية وليس بالديكتاتورية، زين. سعود الكويت بعدين. النموذج الآخر النرويج. النرويج في 74 بدأ يطلع عندهم شعور بأن بيكون عندهم نفط. قبل لا ينتجوا قطرة واحدة من النفط اجتمعوا ووزعوا كل هذه القطع إلى مناطق عشان تلزيمها، عادل. شقالوا سنة 74 طلعوا قرارات أنه النفط يمكن يخربنا، يخرب تجارتنا التقليدية، قصدي حرفنا التقليدية، صناعاتنا التقليدية، ويخرب البشر. لذلك عزلوا إيرادات النفط ديمقراطيا، مع أن كلهم سياسيين يعني يشترون ود الناس بالفلوس. انتهى وقت المدفعي. نعم، انتهى وقت المدفعي. عنده آخر سؤال، تفضل اسأله. هو رقم 3 لو سمحت، تفضل آخر سؤال. رقم 3. وأخيرا أستاذ جاسم، ذكرت في السابق بأن هناك العديد من الشهادات وقلة البحوث. نعم، لماذا نفتقد وجود البحث؟ لأن التعليم مستوى رديء، ولأن الآن يعني مو بس في شهادات مزورة تمتد امتداد سرطاني، أعطيوا الحق في أن يعلموا الآخرين. فماذا تتوقع من ناس يشترون الشهادات في بيئة لا تطلب أصلا عمل بالشهادة، حتى صاحب الشهادة الزينة مش مطلوب، لأن بي رئيسة بالبرشوت. لذلك لماذا أنت تجري أبحاث؟ تجري أبحاث، البحث عبارة عن مطبخ، أنت تقدم هذه الخلطة لكي تتحول إلى طبخة. إذا ما عندك أحد يستقبل الطبخة، إيش حاجة تسويها؟ ندفع انتهى وقتك. عافيك الله يخليك، أهلا وسهلا. يعطيك العافية متابعينا الكرام، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. يعطيك العافية أنت كمان. شكرا. هلأ عندنا الزميلة الثانية جنان مولا علي، هي سيدة أعمال كويتية مطلعة في مجال علم النفس والتنمية البشرية. تفضلي جنان. مساكم الله بالخير متابعينا الكرام، يسعدنا نرحب بضيفنا الخبير الاقتصادي جاسم سعدون، حياك الله أبو عبد الله. الله يحييك. خليك أبو عبد الله. أنا وزملائي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثرنا كثير في أزمة كورونا، شنو تنصحنا بالفترة الحالية والمقبلة كي نتفادى خسائر مشروعات صغيرة؟ نعم، أنا خاف إني عندي وجهة نظر يمكن ما تعجبك شوية، زين. المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم ككل المعيار الحقيقي لها هي خلقها لفرص عمل مواطنة مستدامة، زين. وبالتالي الواحد يعطي دم قلبه، كل واحد إذا كان هناك مشروع صغير يوظف عمالة متفوقة مستدامة مواطنة، زين. انحراف اللي صار أنه أردنا أن نقلد، فنقلنا القشر ونسينا اللب. فيفترض أن يكون قياس وتقييم المشروعات هو بهذا المعيار: 1. كم توظف، كم تخلق فرص عمل، لأن الموظف الحقيقي في كل العالم للعمالة هو المشروع الصغير المتوسط مش الكبير، زين. 2. كم يمكن أن تخلق خدمة أو سلعة أنتجها في الكويت وتكون منافسة، سواء بديل للمستورد أو قابلة للتصدير. هذا المعيار الثاني.
في هذه الحالة مشروع من هذا النوع يفترض أن أعطيه ما يشاء ويفترض أن أدعمه وأركض وراه. لكن إذا ذهبنا في مشروعات بالمفهوم الكويتي اللي هي مطاعم ومقاهي وإلى آخره، في النهاية هذه تؤدي إلى دور تنموي عكسي. ليش؟ لأنها هذه تقوم بتخريب التركيبة السكانية، فيكون صاحب المشروع الصغير، يعني أحترمه وأحبه وكل شيء، بس يكون صاحب المشروع الصغير يعني هو الرئيس، لكن معاه يمكن يأتي 10-15-20 ربما 60، ويقال أنه من يوظفونه يبلغ ربما 600,000. في هذه الحالة أنا زدت ضغط على النفقات العامة، ضغط على المالية العامة، خربت التركيبة السكانية باسم التنمية. لذلك أنا أهتم جدا في أن أشجع صغار والمشروعات الصغيرة، لكن ضمن المعايير اللي أنا ذكرتها. ومرة ثانية حاولت أوصل الفكرة، يبدو يعني ما في أمل توصل الفكرة. لذلك نعم، يجب أن يدعم المشروع اللي نسميه إحنا العائد الاقتصادي. أتمنى أن يربح الجميع، عدل، ما عندي مشكلة، لكن أن يكون العائد اقتصادي، عائد اقتصادي على البلد إلى جانب العائد المالي لصاحب المشروع. وهذا ممكن، لكن ممكن لو وضعت المعايير والشروط ضمن هذه المعايير الاقتصادية. في بعض المشاريع تقدم خدمات بس يعني ما تقدر توظف عمالة كويتية فيها، بس هي فعالة يعني يحتاجونها بالمجتمع. شوفي، يعني إذا بتوظف، يعني إذا أنا أبغى أمول مشروع صغير، عدل؟ نعم. وهذا المشروع الصغير محتاجة، أنا محتاجة، لكن في النهاية بيجيب لي 60 عامل من برا، عامل شيء قرصون وما قرصون وغرشه، هذا صح. الناس محتاجة مطعم، محتاجة قهوة، لكن يجب أن أبتدع شيء ما يؤدي إلى تخريب الأهداف الاقتصادية للمجتمع. أنا أدري هذا الكلام مش محبوب، وأدري في النهاية بيثير مشاكل علي، بس ما أقدر أكذب. يعني مشروع صغير في كل العالم، مشروع صغير لإنقاذ البلد من مشكلة البطالة، هل سيؤدي إلى حل مشكلة القادمين إلى سوق العمل 400-500,000 خلال 25 سنة الجاية؟ لا أعتقد أنه هذا سيؤدي إلى ذلك. فيعني نعم، متعاطف معه على المستوى الشخصي، لكن على المستوى المهني ما أقدر أقول الحقيقة. يعني كذي تنصحه يقلق؟ نعم، يقلق يعني يسكر؟ لا ما يسكر، لا لا لا، في مشروعات صغيرة. أنا أعرف مشروع واحد يحاول أن يقدم خدمة متفوقة، لكن يوظف 12 كويتي متفوقين جدا تعليما، وكلهم من متفوقين تكنولوجيا يعني. هذا مشروع أحطه على رأسي، ما عندي مشكلة وياه. فيفترض أن نميز ما بين مشروع ومشروع. إذا كان مشروع يؤدي إلى الأهداف، يحقق الأهداف اللي ذكرتها، يفترض أن أشيل صاحبه على رأسي وأمشي فيه، ما عندي مشكلة. منهم؟ في بعض الموظفين يستلمون رواتب وما ينتجون بالشكل المطلوب، شلون نقدر نتعامل معهم؟ أنا ألومهم؟ ما أقدر ألومهم، يعني أنا ألوم ناس موجودين في مكان عمل لكن ما يعطونهم شغل زين. يعني ما ممكن في بلد في العالم، شوفوا الدول الشيوعية اللي بقت في العالم الآن، كوبا وأنها شوية خفت، كوريا الشمالية زين، ما عندهم حكومة ربع حكومتنا، أكبر حكومة في العالم توظف 80% من العمالة المواطنة، مو لأننا محتاجينهم، لأن ما عندهم شيء يسوونه، ما عندهم مكان يشتغلون فيه. هذا اللوم من عليه على الناس؟ ما أقدر ألوم الناس. أنت لو وفرت لهم وظيفة فيها عمل منتج ووجدتهم بالتعليم بينتجون. يعني شوف، خل أقول لك على نقطة، الكويت بلد مبدعين ترى، الكويت بلد مستوى الذكاء مرتفع. يعني شوف الكويت في القديم لما كانت الإدارة إدارة زين، من طلعت على كل المستويات، في خلدون النقيب، أحمد الربعي، البغدادي، في طلعت ناس متميزين على مستوى الفن، عبد الحسين عبد الرضا والنمش والنفيسي وسعاد عبد الله وحياة الفهد، مبدعين، أذكياء مبدعين زين. على مستوى اللاعبين كرة القدم بتشوفين من الدولة لجاسم يعقوب إلى آخره، هذول مبدعين مواهب، من قتلهم؟ قتلتهم الإدارة، إدارة رديئة. لذلك أنا ما أقدر ألوم الناس اللي يروحون عملهم وما يلقون شغل، ما عليهم لوم. اللوم الحقيقي على من يوفر لهم بيئة حقيقية لكي ينتجوا فيها، تعليم صحيح لكي يبدعوا فيه. لذلك خطأ، مو خطأ الناس،
خطأ من أدار الناس. طيب، ما هو سر عدم تفنيش أي موظف في شركة شال خلال 40 عام؟ هل هو عامل إنساني أم خبرة عميقة في سوق العمل؟ في معظم عامل إنساني، في معظم يعني أحيانا تعرضنا للضغوط إحنا مثلنا مثل غيرنا في النهاية عادل. نعم. وكدنا يعني في بعض الأوقات أن نتوقف، وهذا مو عيب يعني، واجهنا مشاكل. نعم. أن نتوقف أحيانا يضطر الواحد يقول حق واحد ما أقدر خلاص وصلت حدي، بس في النهاية أعتقد أنه معظم، خلينا نقول معظم الوقت لمعظم الناس الموجودين في الشال، نعم في بعد إنساني، لكن في النهاية يعني عطى قيمته، يعني عطى مردود، لأن الناس تشعر بالأمان، تشتغل بشكل أفضل. ففي حال التعرض لمشكلة مع وجود الناس ولاهم قوي، يبدعون فيما بعد وتتجاوز المشكلة. يعني تعرضنا لثلاث اختناقات أو أربعة خلال سنواتنا. كيف؟ لا بس. لا. كيف تجاوزت التحديات واستمرت فيها؟ أنا طرت من عملي مرتين تدرون يعني، فما عندي مشكلة. أنا الإنسان يفترض أن يقاتل الواقع. أحيانا الإنسان يعطي أفضل ما عنده إذا كان ظهر للحيط، إذا كان مجبر. يعني لما مشوني القطاع العام اشتغلت أبيع حديد في منطقة الصناعية، هاي شويخ الصناعية، لمدة 6 شهور. وحتى لما عرض علي عمل خلال ذيك الفترة كنت يعني متطلب، بمعنى أني أقول أشتغل لكن بشروط 1 2 3 عدل. بس كانت فترة، حتى هذه اللي قضيتها 6 شهور اللي هي يفترض أنها فترة صعبة، كانت زينة. تعلمت تواصل إنساني مع ناس بسطاء اللي هم حدادين، حتى تعلمت شوية فارسي، بس للأسف نسيتها ولا كنت شوية أتحكى فارسي. فأعتقد أنه لما طردت من القطاع الخاص، مشوني من القطاع الخاص، كان ظهري للحيط، فكان لابد من تأسيس الشال. وتأسست الشال، ومثل ما قلت لكم نهضت وتعثرت ونهضت وتعثرت، بس في النهاية هذه هي طبيعة الحياة. فالإنسان إذا شعر بأن مهزوم سيهزم. إذا لم تشعر في داخلك بالهزيمة عمرك ما تهزم، أيا كان عمرك ما تهزم. ما هي المحفزات اللي تجعلك تحقق أهدافك؟ نعم، المحفزات اللي تخليك تحقق أهدافك. أعتقد في جزء منه أنه طبيعة، أنا طبيعة يعني تركيبتي باحث. نعم. فدائما أحاول يعني أبحث في أمور وأسوي إسقاط على المستقبل وأشوف وين رايح وين جاي. لذلك كنت أشوف شوية قدام عن الآخرين، شوية مو هاي قدام عن الآخرين. وفي كل الوقت يعني أعتقد أنه الإنسان كل ما شعر بضغط عليه أن يعمل أكثر. فصار لي 40 سنة داوم صفو عصر. كيف تحفز أولادك على العمل والإنتاج؟ ما أحفزهم. يعني هذا سؤلت هالسؤال في القديم. أنا أقول بما أني أنا كنت لا أقبل أنه أحد يقول لي شو تسوي، يفترض أني ما أقول، ما لم يطلب النصح عمري ما قدمت النصح إذا ما طلب أحد. فعليهم أن يقاتلوا طريقتهم، ينجحوا يفشلوا عليهم أن يقاتلوا بطريقتهم. أكبر أثرياء العالم الناجحين والمكافحين أعطوا جزء بسيط من ثروتهم لأولادهم، والجزء الآخر للمؤسسات الخيرية. ما رأيك بالموضوع؟ في هؤلاء الناس؟ نعم، محترمين جدا. يعني هم شوفي هؤلاء الناس، يعني أحيانا تشوفين أحد ويقول لك واحد مات لا ترحمون عليه، ليش ما ترحم عليه؟ يقول هذا كافر، بس هذا حاط 20% من ثروته لعلاج الفقراء. لصناعة أدوية، شلون ما ترحم عليه؟ يعني أحسن منه واحد يقول كلام يشتم الناس مجرد أنه متدين ملتحي. لا، هذا كلام غير صحيح. فالناس يعني معادن، الناس إذا أظهر أفضل ما في معدنة، أنا ما أنظر إلى ديانته، ما أنظر إلى جنسه ولا جنسيته، ما أنظر إلى شيء، أنا تركيزي على المعدن. فهذول الناس معادنهم محترمة، فيهم ناس طبعا مجرمين وجشعين وكل شيء عادل. نعم. بس الناس ننضاف منهم، بيل غيت مثلا. نعم. يجب لا نملك الا احترام. نعم. هل تؤمن بحدس المرأة؟ وهل كنت تستشير مع عبد الله بالامور المالية؟ ايه، تعرف كل شيء عني اكيد. يعني ما انا لا اميز بين امرأة ورجل اطلاقا. نعم. واعتقد انه في الناس يعني البشر ولدوا متساوين، احنا من خلق هذا التمييز. فالبشر هم البشر، انثى أو رجل، أسود أو أبيض أو أيا كان، هم متساويين. اللي يميز الإنسان عن الإنسان
هو قيم هذا الإنسان، مو امرأة أو رجل، ولا أسود أو أبيض، ولا من أي ديانة كانت. كل الشكر لك أستاذ جاسم سعدون، حياك الله. وأشكر أكاديمية لوياك والقائمين على برنامج الجوهر، شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لك يا جنان. بالنسبة للمشترك الثالث هو رازي الداوي، مبادر في قطاع الأعلام وعضو عامل في الجمعية الاقتصادية الكويتية، رح يتكلم عن الوضع الراهن الاقتصادي في الكويت. مساء الخير جميعا، نرحب فيكم وتقدم بالشكر لك الله يخليك على تلبيتك لدعوة لوياك. أهلا وسهلا. ودعمك المستمر للشباب اللي الأمانة مو غريب عليك. أهلا وسهلا. أنا عندي بعض المحاور المتعلقة بالقضايا الاقتصادية الملحة، هذا أسهل أعتقد شيء، واللي أعتقد متأكد واللي أعتقد أنها راح تصيغ مستقبل الكويت الاقتصادي، وإحنا بصدد اتخاذ قرارات حيالها. أول محور هو أزمة السيولة والعجز. مؤخرا خفضت ستاندرد أمبورز تصنيف الكويت السيادي من دبل A- ماينس ل A بلس مرة ثانية، نعم، وأرجعت سبب التخفيض إلى عدم تقديم الحكومة الكويتية الاستراتيجية لتمويل العجز باستحياء. هي تقول لعدم وجود حكومة أصلا، لا ما يخالف، يعني ما يخالف. فسؤالي هو هل قدمت الحكومة هذه الاستراتيجية، هم يسمونها funding strategy، هل قدمت الحكومة هذه الاستراتيجية، وما إذن ما هي العناصر اللي المفروض تحتويها هذه الاستراتيجية؟ لم تقدم شيء، الحكومة لم تقدم شيء، وكل ما قدمته قامت بعكسه تماما. وبالتالي تعرف، أعطيك مثال صغير عشان تعرف أنه ما قدمت شيء. المفروض أنه بشرتنا من 2014 حتى الآن أنه ستحاول ضبط الإنفاق وتوقف الهدر فيه، عدل؟ صحيح. الآن صارت في أزمة سيولة، أنا ما أتكلم عن القديم، أتكلم عن الميزانية الحالية، عدل؟ زادتها 1.7 مليار في الوقت اللي هي أعلنت فيه أنه ستقوم بتخفيضها، تمام؟ فالحكومة لا علاقة لها إطلاقاً بعلاج أي مشكلة. كل هم الحكومة هو أن تبقى أطول مدة ممكنة، والبقاء أطول مدة ممكنة ضمن الفلسفة السائدة اللي هي شراء الولاءات يتناقض تماماً مع أي إصلاح مالي أو أي علاج لمشكلة السيولة. لذلك أنا كنت حاضر نقاش وكنت أشعر بإطمئنان هذا الكلام في شهر 4 و5 اللي فات، كنت أشعر بإطمئنان أنه في النهاية وصلوا إلى قرار الحكومة ويعني بإبلاغ المجلس أنه لن يقوموا بصرف أي مبالغ جديدة بحاولوا ضبط الإنفاق العام. تذكر شو اللي صار؟ هذا حكي يوم الاثنين، ها؟ صح. أنا إلى الساعة 8 بالليل وأنا أعرف أنه هذا بكرة الجلسة، أعرف أنه لن يصرفوا فلس واحد. الساعة 8 بالليل لساعة 10 بالليل صرفوا 1 مليار اللي هي مكافآت الخطوط الأمامية وتأجيل قروض، تأجيل أقساط قروض ما لها سالفة إطلاقاً، والبنوك طلبتها أصلاً، عدل؟ فأنت تقول لي قدموا استراتيجية على الورق، نعم عندهم كثير، بس أنا حتى أنا ولهذا اختصاصي ما أتتابع شو يكتبون، لأن أدري كذبون، أدري ما راح يلتزمون فيه. هناك يعني أزمة ثقة، يقولون إن في أزمة سيولة، وتعاطف معاهم. وقلت لك في يوم من الأيام دزيت رسالة صوتية من عمان أنا نادم عليها، وقلت يجب أن نعينهم، يبدو أنهم صادقين هالمرة، وطلعت أنا الغلطان. طيب حاليا في الوضع الحالي ما في سيولة، ما يقدرون يدفعون الرواتب، ما هو المفروض على الحكومة أن تفعله الآن، وما هو الدور المطلوب من مجلس الأمة؟ مجلس الأمة رافض قانون الدين العام الجديد. شوف ما المفروض الآن أن يحدث؟ إيه طبعاً في ظل الحكومة الحالية لن يحدث شيء، بساطة لن يحدث شيء، لأن في النهاية هم يريدوا الآن يقنعونا أن عندهم أزمة سيولة، وهذه موجودة بالفعل أزمة سيولة، ويريدوا بالحوار اللي تسمع عنه اليوم أمرين لحل مشكلة السيولة. الأول يعني اللي هو اقتراض دين عام، قانون دين عام. الثاني يسمونه سحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة، صح؟
هذا المطروح الآن من ضمن نقاط الحوار صحيح. الدائرة. في سنة 2017 تعرضوا لنفس المشكلة 16-17 تذكر، لما هبطت أسعار النفط في 2014 نفس الحكومة زين، فقالوا راحوا للعالم في لندن وسووا يعني قاعدة طويلة عريضة وقالوا للناس سنقوم بضغط النفقات العامة ونعالج أزمة عجز الموازنة تمام. ارتفعت أسعار النفط في آخر 17-2018 ردت حليمة لأسوأ من عاداتها القديمة وقاموا بزيادة النفقات العامة بشكل مضطرد. أنا كتبتها في يوم من الأيام أعتقد 4.2 و3 من 10 سنويا نمو سنوي مركب، ما أنه مفروض يكون تناقص هالشكل مركب. هذه نفس الحكومة القديمة نفس الحكومة الجديدة اليوم. أنا وين خوفي؟ أنا خوفي أني تعطيهم الآن الحق مع أنه هو مستحق أمانه في أنهم يصدروا قانون دين عام أو يسحبوا من إيرادات الاحتياطي شوية، أن يقوموا في النهاية باستمرار في شراء الولاءات. وشراء الولاءات يا ريت بس ضرب في فلوس، صرف فلوس، علاج بالخارج، تخريب الوظائف العامة للدولة بإعطاء كوتا حق كل واحد فاسد إلى آخر هذا الكلام. فالمشكلة أنه نعيش آلية تخريب ذاتي، ما نحتاج إلى أعداء، إحنا ما نحتاج أحد يتآمر علينا، بس عندنا حكومة رشيدة يعني هي كافي تسوي كل شيء. لذلك الحل موجود والحل بسيط جدا، ضغط النفقات العامة، زيادة الإيرادات العامة في كل دول العالم، هذا الحل. تضغط نفقاتك العامة وتزيد الإيرادات العامة من خلال يعني اللي ذكرته أنا للأخ اللي مساع. النتيجة النهائية أنه لا راغبين بهذا ولا راغبين بهذا، بس تعطيهم الحق باشر يحولون لك احتياطي الأجيال القادمة تدريجيا الاحتياطي العام اللي نشفوه سووه من 2014، نشفوا الاحتياطي العام من كل سيولته. الآن تعطيهم المرة الثانية يعني تلدق من الجحر كم مرة، تعطيهم الحق يسحبون الاحتياطي الأجيال القادمة باكر ينشفونه في شراء ولاءات. إذا قرار واحد يكلف مليار، وأيضا في من الناحية الأخرى إذا لم يوافق المجلس على قانون الدين العام لن يكون هناك رواتب. أنا ما أدري يعني سيناريو مظلم يعني. أنا مستعد أروح لأسوأ سيناريو بشرط واحد، أنه مستعد أغير رأيي 180 درجة إذا هي حكومة أعتقد أنها قلبها على البلد. أنا حين ما أبي كفاءات، أبي حكومة تقول إذا ما نجحت مشوني، أبي ناس زاهدين بالكرسي وبالتالي يمكن أن يقوموا بعمل حقيقي لإنقاذ البلد. البلد ترى مو وضعها مو سيء، بإمكان إصلاحها بإمكان أن تعود أفضل مما كانت. وضع مو سيء يعني، أنت لازلت ماليا مليء، سيولة وضعك صعب بس ماليا مليء، لكن قضية وقت عشان تحول إلى ماليا في وضع سيء. إذا خليت نفس الإدارة تقوم بنفس الخطايا القديمة في الوقت الحاضر، لأن هذه فرصتك الأخيرة. يعني النفط الآن أنت تدرون النفط 80، بس مو 80 لأن يعني يسوى 80 لأن كورونا والإمدادات أدت إلى ما أدت إليه. في 24-25-26 ستهبط أسعار النفط، لذلك يجب أن تستعد قبل هبوطها لمحاولة استباق ما يمكن أن يحدث. هالحكومة هذه ما تفهم إيش قاعد يصير. طيب ذكرت قبل قليل زيادة إيرادات الدولة، وطبعا من أهم هذه الأدوات هي الضريبة. خلال بحثي عن آرائك في موضوع الضريبة شفت قبل 5 سنوات في ندوة أنت اقترحت في سياق حل للعجز أن تكون هناك ضرائب الأرباح. الحين أنا هنا أقتبس يعني ضرائب الأرباح وضرائب الدخل تأتي بالأولوية. نعم. بمعنى أن القادرين أكثر هم من يدفع أولا. نعم. هذا اللي قلته. نعم. في 2021 أبريل كان لك تصريح لجريدة الجريدة وقلت فيه أنه لا ضرائب بدون ديمقراطية، ووضعت شروط وذكرت شروط اللي هي وقف الفساد ووقف الهدر في المالية العامة وحكومة رشيدة. نعم. شو اللي حصل؟ لأن أنا أشوف في تفاوت. ما في تفاوت. أنا أقول لك تفرض ضرائب على الناس، يجب أن يكون القادر هو من يدفعها مو أي واحد زين، والقادر هو شرائح الدخل العليا والأرباح اللي عنده أرباح. إذا فرضت عليه 5% شو ضره؟ 10% شو ضره؟ ما بيضره شيء زين. لكن أنا أدفع ضريبة أيا كانت على أي طرف، بعد هالتصرفات اللي سوتها الحكومة تأخذ الضريبة وتشتري فيها ولاءات.
ما فيها منطق سالفة، ما فيها منطق. أنا ما دافع عن كراسي، أنا دافع عن بلد، وطن، وطن يجب أن يبقى، يجب أن يستدام، زين؟ لكن أنا أعطيهم فلوس علشان يستمرون في غيهم ويشترون الولاءات بهالفلوس، ما لازم تعطيهم فلوس، لأن مثل ما قلت لك للأسف الشديد وعيب أقول هالكلمة، لكن هم بمثابة القصر، يفترض الحجر عليهم. بلد في هذا الوضع يفترض أن يكون هناك أحد قلبه حرقة، يعني ليش اللي قاعد يصير اللي يصير؟ في الوضع الراهن أنت تعتقد أن الضرائب غير مجدية؟ الحكومة الحالية؟ إيه، الحكومة غير مجدية. شوف أنا يعني أنا بختصر لك حل الكويت كله. الكويت لا حلها بالموارد، عندها ما يكفي موارد، ولا حلها بالرؤى، ولا بقدرات بشرها. حل الكويت في الإدارة تحديدا، الإدارة العامة تحديدا، الحكومة. وليش أقول لك الحكومة؟ لأن الحكومة أنا تقديري فيها بيدها 80% من السلطة، تملك الوظيفة، تملك الأمن، تملك المال. ما في دولة في العالم اليوم هالشكل. لذلك ما لم تصلح الرأس الجسد لن يصلح إطلاقا. فأعتقد أنه يجب أن تعطي النقود لناس تعتقد أنهم تصرفون فيها بشكل صحيح. أنت ما تعطي ابنك مثلا إذا بروح يأخذ مخدرات تعطيه فلوس؟ صحيح طبعا، ما تعطيه فلوس. هذه مخدرات، اللي يسوونها مخدرات، لأن هذه الجرعة يعطونها زائدة تؤدي إلى مرور وقت دون تشعر فيه، لكن بعد فترة يكون وضعك أسوأ. ولكن يعني في بعض الحالات تكون الضريبة ليست فقط لزيادة إيرادات الدولة، لا، ولكن لتنظيم السوق مثلا. يعني أنا مستغرب ضريبة العقار السكني. يعني كان يمكن في محاولة وحيدة في المجلس لاقتراح قانون لضريبة التصاعدية للعقار السكني، خصوصا في ظل سوء الاستغلال اللي حاصل للعقار السكني من مضاربات ومن استثمار، من تحويله من سكني إلى استثماري. ولكن أنا يعني أستغرب ما حد طرح هذا كأحد الحلول اللي هي ضريبة سكنية. تدري ليش؟ إيه؟ لأن مشكلة أنك أنت لو تفرض ضريبة في ظل أوضاع الفلتانة الحالية، من يدفعها بالنهاية؟ يدفعها المستهلك، المشتري النهائي، ما يدفعها صاحب اللي على طول يرفع عليك الإيجار، أو على طول ترتفع أسعار الأراضي، ويعوضها أكثر مما كانت من خلال هذه الضريبة. حتى في حالة لو كانت عفواً الضريبة على مالك العقار، على مالك العقار شو يسوي؟ يرفع الإيجار على المستأجر، أو يرفع الأرض على المشتري. هذه المشكلة. المشكلة أنه أنت إذا ما تفرض الضريبة، إذا ما تفرض الضريبة وعندك حكومة تنظم، يعني شنو أنا بالله في منطقة سكنية أرض ترفع السعر على كل الناس لأن واحد يسوي فيها 8 شقق؟ شلون؟ هذه تحتاج قرار تنظيمي. ممنوع سكن خاص، يعني سكن خاص بس كنت تحوله إلى استثماري وهو خاص وترفع الضريبة، بيدفعها المؤجر اللي هو الموظف أنت. صحيح. سؤال أخير عن بس خليني أقول لك على جزئية ثانية. الضريبة يعني أخذ دقيقة واحدة رازي، نقطة واحدة، ما تكلمنا عن الخصخصة، يلا تفضل في دقيقة واحدة للرازي. في دقيقة واحدة. الضريبة ليست فقط لتنظيم الأمور وتعديل مسارات توزيع الدخل وتمويل المالية العامة. الضريبة هي مواطنة، لأن من يدفع ضريبة يشعر في النهاية أنه مساهم في بناء وطنه. لذلك الديمقراطيات في العالم لا تنجح ما لم تكون دافع ضرائب. والسياسي هو يتكلم دائما شو يقول؟ يقول هذا مصلحة ولا مو مصلحة دافع الضرائب. لذلك الضريبة مهمة لصناعة وطن. صحيح. قبل لا تقاطعني بس نيكول، سؤال أخير عن الضريبة، ما تعتقد أن الاتفاقية هذه ستشكل ضغط إقليمي كافي لتطبيق الضريبة بالكويت؟ شوف مرة ثانية، أنا ماني ضد الضريبة بشكل عام عادل، وبالذات إذا كانت على السلع الفاخرة أو الضارة ما عندي مشكلة وياها. أنا عندي مشكلة من بتروح للفلوس. دائما المصدر، المصدر القلق هو أنه من بتروح له، يعني ما لم تعطي أحد رشيد بالفعل، اسم على مسمى، مش حكومة رشيدة، حكومة رشيدة قول وفعل، يعني مش بس قول. بس عفوا سؤالي أنا أن راح تفرض رازي، الحوار مشوق معك ومع السيد جاسم، ولكن لازم ننتقل لزميلنا. شكرا لك نيكول، وأشكر زملائي والقائمين على برنامج الجوهر والحضور الكريم. مشكور. شكرا لك على التعاون. شكرا جزيلا. شكرا للتعاون. رنا الوارث خريجة معهد فنون مسرحية قسم نقد وأدب مسرحي، عملت مراسلة في جريدة إلكترونية.
الآن تعمل في مدير مساعد في شركة باكستيج جروب للإنتاج الفني المسرحي ومخرج منفذ في مسلسلات وأفلام. تفضل يا رن. أهلا مساء النور. أهلا وسهلا. أوكي. مساء الخير مشاهدينا الكرام. نتشرف اليوم باستضافة الأستاذ جاسم السعدون الخبير الاقتصادي في الوضع الاقتصادي حاليا، وأعتقد أن اللقاء ده يهم كل مواطن ليطمئن على وضعه هو المادي. بداية هسأل عن سؤال ممكن يهم المواطنين بشكل عام أو باقتصاد الدولة عامة. لماذا 80% من المواطنين الكويتيين مقترضين من البنوك، وما تأثير ذلك على وضعه هو المادي وعلى وضع البلد بشكل عام؟ أعتقد سببين. يعني السبب الأول هو أنه طبيعة المجتمع الكويتي طبيعة استهلاكية، يعني الناس بطبيعة تتوجه إلى يعني الرغبة بالشراء، شراء سفر غيره، وهذا يعني في النهاية طبيعة المجتمع عادل. السبب الثاني، دائما هناك في شعور، وهذا شعور قديم، انه اذا لم اقترض قد اكون غبي. زين ليش؟ لان دائما هناك دعوات لاسقاط القروض، بدات في زمن المناخ اذا تذكرين، واستمرت حتى الان. لذلك في شعور عام انه قد تفوتني الفرصه اذا انا ما اقترض. طبعا هذا لا يعني انه ليس هناك اقتراض بسبب الحاجه، بالتاكيد هناك اقتراض بسبب الحاجه، في هناك بيوت ترميم، بس بشكل عام الظاهرة بشكل عام فيها هالثلاث مكونات: اقتراض وفقا للحاجة ما عليه مشكلة هذا، واقتراض وفقا لطبيعة البشر الاستهلاكية محبي للاستهلاك، واقتراض بسبب احتمال ضياع الفرصة، ما لم اقترض قد تسقط القروض وانا ما في جزء وانا ما كنت يعني ما كنت استفدت منها. لذلك اعتقد انه هالثلاث مكونات هي سبب ارتفاع مستوى القروض بالذات المقسطة والاستهلاقية، بلغت حوالي نص الآن يعني محفظة القروض. تأثيرها عليه هو كشخص، بما أن تقريبا 50% من راتبه بيضيع على قسط القرض، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للكل. تأثيرها يعني شوفي في العالم، خلينا نأخذ اقتصاد الأمريكي اقتصاد الصيني. الاقتصاد الأمريكي يعتمد في نموه على الاستهلاك الخاص، بالتالي لما يقترض الناس يقوموا بشراء سلع وخدمات لكن صناعة أمريكية، لذلك يقلقوا فرص عمل ونمو وغيره. يعني هذه في الاقتصادات اللي منتجة السلع والخدمات. في الكويت يعني الاقتراض يذهب لشراء سلع كورية صينية أمريكية إلى آخره، فيشق الاقتصادات أخرى. لذلك علاقته في قضية مو عيب الناس، هذا عيب الاقتصاد ما هو منتج عادل. لذلك علاقة الاقتراض ليست بالضرورة إيجابية بالأداء الاقتصادي الكلي، أداء الاقتصاد الكلي، وقد تكون سلبية لأنها قد تكون استنزاف للعملة عادل. لذلك أنا ماني من يعني من يشجع الاقتراض بالذات الجانب الاستهلاكي، وكتبت هذا يعني لما رفعوا سقف الاقتراض الشخصي، أعتقد أنه كان خطأ، ولازلت أعتقد أنه كان خطأ، لأن الاقتراض الحاجة معروف يعني يفترض أن نتعاطف معه، لكن الاقتراض فقط من أجل الاقتراض أنا أعتقد يعني عادة ما هي طيبة. هل تعتقد بأنه لازم تنظم هذه العملية؟ أعتقد لازم يوضع لها سقوف، أعتقد لازم تنظم، أعتقد أنه لازم يكون في توعية، لأن أنا ما أملك الحق بأن أقول للناس لا تقترضوا، هذا مو شغلي عادل، لكن يفترض أن أوعيهم، ويفترض أن يكون واضح جدا أن الاقتراض في النهاية سيؤدي إلى خلل في مالية الشخص، أنه في النهاية بوصل مرحلة أنا لازم أدفع فوائد وأقساط هالقروض هذه، وقد أكون صرفتها على احتياجات مو ضرورية، لكن في النهاية بتكون على حساب احتياجات ضرورية. هذا النوع من التوعية يفترض أن يكون يعني ديدا الحكومة أو على الأقل البنك المركزي، لكن حتى الآن أنا ما شفت هذا النوع من التوعية. ذكرت فيما سبق يعني قبل قليل أن الإنتاجية، أنه إحنا هنا في الكويت أو اللي بيقترضوا بيصرفوا الفلوس على سلع غير كويتية، هل ده لا علاقة بأن المخرجات الكويتية أصلا بتتوظف في أماكن غير
مناسبة لشهادتها غير مناسبة لطاقتها الإنتاجية؟ تقصدين علاقة الناس؟ علاقة الـ يعني الإنتاج بشكل عام، بأن المخرجات الجامعية توظف في أماكن غير مناسبة لشهادتها لإنتاج؟ لأن ما في إنتاج سلع وخدمي في الكويت، نادر يعني قليل جدا. الكويت بلد تعتمد مثل ما قلنا يعني تبيع نفط وتجيب فلوس، لكن لا تنتج شيء يمكن أن يباع للناس، خدمات متفوقة، سلع متفوقة، ما في هذا النوع من الإنتاج. فالناس مضطرة تشتري ما هو ما يستورد، وما يستورد من سلع وخدمات لن يبقى في الكويت. يعني هذا مخالف لوضع لبنان مثلا، لبنان مختلف عن وضع الكويت. فأعتقد أنه يعني القضية قضية تركيبة اقتصاد، ما للناس علاقة فيهم، مش الناس اللي مخطئين. حاليا احنا بنشوف بانه بتواجه الكويت نسبة بطالة، كما ذكرت نسبة بطالة كبيرة، نسبة بطالة مقنعة حاليا كبيرة، وبان اكتريتها بان الطلاب الجامعيين بيتخرجوا ما بيلاقوش الوظيفة المناسبة ليهم، وان حتى اذا لقوا الوظيفة المناسبة فهي ليست في المكان المناسب اللي يناسب شهادتهم او يناسب التخرج بتاعهم. او ايه المشكله يعني اذا اتحلت المشكله دي ما هي النتيجه اللي هتترتب عليها؟ في النهايه عشان تحل يفترض ان يتحول الاقتصاد الكويتي الى اقتصاد منتج، وكما ذكرنا في البدايه انه اذا تحول الى مركز تجاري، مركز مالي، وبدا يتعامل مع الجيران على افتراض انهم هم في ربط حقيقي في المصالح بيننا وبينهم، هذا بيغير السياسه الخارجيه وبيغير طبيعه الوظائف. لان انا ما في معنى اني انا اقول انا مركز مالي وبعدين أخرج محامين وايد أو أخرج مدرسي جغرافيا كثير. لا، يفترض أن يكون الـ 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 يعني الوظائف المطلوبة تتوافق مع نتاج التعليم، نظام التعليم. لكن هذا يتطلب فكر من فوق مركزي يعرف وين رايح ويعرف شنو هي الأمور اللي يفترض أن يبرح فيها البشر عشان يلقون عمل محترم. اللي يصير العكس، أعطيش مثال. يعني في 2011 طلعت الحكومة كالعادة يعني في كما لو كانت يعني وجدت حل لمشكلاتها. في 2011 تذكرون شكلت لجنة الحكومة وقالت خلاص احنا وصلنا حدنا لبنصلح مسار اقتصادنا، تمام؟ شكلوا اللجنة، اللجنة اجتمعت، بعد 4 أيام من اجتماعها انهلت قصة الكوادر في الحكومة. واحد من وظائف اللجنة اللي شكلوها انه شلون يخلون القطاع الخاص مغري لخلق وظائف للكويتيين مقابل القطاع العام. بمجرد ما تجمعت اللجنة قبل لا تكتب جزء من تقريرها حتى رفعوا رواتب القطاع العام. فليش اللي صار؟ هجرة من القطاع الخاص للقطاع العام، ساعات عمل اقل، رواتب اعلى. بشر في النهاية حتى لو ألمان حتى لو يابانيين بيسوون نفس الشيء. فأنا أضع أهداف نظرية لكن أقوم على الواقع، على أرض الواقع بعمل ما يتناقض أهدافي. فالنتيجة أنه يحصل اللي احنا نقوله الآن، أنه بطالة مقنعة، تكدس في وظائف حكومية ما لها قيمة، والنتيجة أنه ظلم. المشكلة أنه قيم الإنتاج تروح، قيم الإنتاج تنتهي. فأنا أخرب مو بس يعني التنافسية الاقتصاد، أخرب رأس مال البشري اللي هم كما ذكرت في البداية أنه ناس أذكياء مقاتلين، يعني أجدادهم كانوا يشتغلوا 15 ساعة باليوم عادل. فأنا أخربهم وأطلب منهم أنهم ما يشتغلون وأعطيهم أكثر مما لو اشتغلوا. بالنهاية هذول بشر، ياباني ألماني بشر، ترى راح يسوون نفس الشيء. فهي عملية تخريب ممنهج مو مقصود، يعني هم مش متآمرين على البلد مو مقصود، لكن هذا هو واقع الحال، أنه عملية تخريب مؤسسية تحدث من قبل جهات عامة. بما نحن نتكلم عن سوق العمل بعد أو ما زلنا نحن في جائحة كورونا، وظهرت ظاهرة جديدة وهي العمل أونلاين، هل تعتقد بأن العمل الأونلاين ينفع يطبق هنا في الكويت على المدى البعيد، وما هي نتائجه؟ هو سيطبق، يعني مش مو مثل أيام كورونا، سيطبق حتما. يعني هذا أكيد بيأثر على أحجام المكاتب اللي بتصير، بتكون أصغر بكثير، بيأثر على تجارة التجزئة، بتصير معظمها بتصير
مع الوقت أونلاين، بالتالي بتقل الحاجة إلى متاجر. وولمارت الآن عنده مشكلة، عادل أمازون مقابل وولمارت عادل. فأعتقد أن لا، الأمور بتتغير، بس ما راح تتغير مثل فجأة مثل ما صار في أيام كورونا، لكن بالتدريج نحن سائرين في هذا الاتجاه حتما. وتجربتك الشخصية في هذا؟ يعني أنا كنت بعمان، فالحمد لله ما كنت في سنة. أنا 8 شهور الكورونا أنا كنت محتجز قصرا في عمان، بس كان جماعتي في الشال كانوا كلهم يداومون أونلاين. وهل وجدت إنتاجية فيها؟ أعتقد إيه، لأن خلني عشان ما يعني أبالغ، لا الإنتاجية ما كانت، لأن ما كانت كما يجب، لأن أساسا ما كان في عمل. يعني إحنا نعمل خلي استشاري، فذاك اليوم اللي الناس مضغوطين ما كان في طلب على الاستشارات، كان ضعيف، بس بحدود اللي عندنا كان ممكن إنجازناه أونلاين. اتكلمت حضرتك عن صندوق المشروعات الصغيرة ويعني قلت رأيك فيه، بس في سؤال عندي بأن هل صعوبة الإجراءات وعقبات الإجراءات والاشتراطات اللي مثلا بيضعها السوق الاستثمار هنا والمشروعات والصندوق المشروعات الصغيرة هو اللي بيخلي الشباب يتجه في اتجاه واحد لهذه المشروعات؟ كما ذكرت المطاعم والمقاهي وهذه الأشياء، إنه ممكن الأفكار التانية بتواجه رفض. نعم نعم، أنا أعتقد في أي مكان في العالم عندما نقرر أن ننشئ جهاز، أي جهاز توضع له استراتيجية، زين؟ ولو وضعنا في ذاك اليوم عند إنشاء، ترى قبل كانت في شركة اسمها مشروعات صغيرة أيضا فشلت، شركة مشروعات صغيرة، لو وضعنا في ذاك اليوم المعايير التي تطبق على توصيف المشروع الصغير لكان عندنا اليوم مشروعات صغيرة محترمة جدا. لكن في النهاية استخدمت أساسا لشراء أيضا الولاءات. يعني أنا أذكر، وهذا يعني ما أدري شلون بوثقة، ما أقدر أوثقة، لكن أذكر أنه كان في يوم من الأيام استجواب وزير وكان هو رئيس المشروعات الصغيرة، في ذاك اليوم جت تعليمات حق شركة صندوق المشروعات الصغيرة في أن ينجزوا أكبر عدد ويوافقون عليه بغض النظر عن المعايير كلها. ليش؟ لإنقاذ رقبة الوزير من الاستجواب. فهكذا معايير لا يمكن أن تخدم بلد، لا يمكن أن تصنع شباب منتج مقاتل، ما ممكن. شنو يعني لو سقط وزير؟ يعني شنو لو سقط رئيس وزراء أو حكومة؟ لا شيء، من أجل الوطن لا شيء. متى آخر مرة كان بينك وبين أصحاب القرار تواصل؟ وبماذا تواصلتم وكانت إيه النتيجة؟ طيب شوف، بعد كل هذا الكلام ترى أنا علاقتي فيهم طيبة، يعني ما عندي أي شعور حاد تجاه الناس على المستوى الشخصي، وأقعد معاهم وأشوفهم يعني في، بس يعني قاعدة رسمية معاهم أعتقد من 2017، يعني مش رسمية بس قاعدة يعني جمعتني فيهم مسؤولين 2017. ما عدا ذلك في تواصل تليفون، في لقاء عابر، ويعرفون هم وجهة نظري وأنا أعرف وجهة نظرهم، بس يعني رقم كل ذلك بيننا ود، يعني ما بيننا عداء. لكن أنا طبعا لا، من حقي أن أغضب وأحزن، لأن قضية بلد في النهاية مش قضية علاقات شخصية عادل. بس كل مرة قعدت معاهم سووا العكس، الحمد لله، يعني ما مرة سووا اللي أنا قلت لهم. شكرا جزيلا أستاذ جاسم السعدون، وكانت جلسة مثمرة، أتمنى شكرا. رح ناخد بريك نريح سيد جاسم السعدون 5 دقائق أو 10 دقائق ونرجع لحوار شيق معك. شكرا كثير. انتهت طبعا الفقرة الأولى من هذا الحوار، وكانت مخصصة للاقتصاد الكويتي عامة، الكويت في الاقتصاد في الكويت. وبالنسبة للفقرة الثانية والساعة الثانية رح تكون منوعة بين المملكة العربية السعودية، بين بيروت، والمشوق الأكثر في هذه الساعة الثانية هي أنه يعني يكون في شوية قرب، يعني شوي أكثر إلى شخصية الضيف الموجود معنا اللي هو سيد سعدون. يعني نحن بنتمنى وبنشكرك أنه رح تكون هيك عندك روح رياضية حتى تقدر تعطينا شوي عن حياتك الخاصة. رح أبدأ الآن من المملكة العربية السعودية، معنا زهرة الفرج، متخصصة بكالوريوس علوم جغرافيا وموظفة الآن في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي.
عملت كصحفية مستقلة في عدة صحف ثقافية. عنوان المحور هو الاقتصاد السعودي بطبيعة الحال. تفضلي زهرة. شكرا أستاذة نيكول، مساء الخير للجميع وأهلا وسهلا بكم جميعا، وأخص بالتحية هنا الضيف الاقتصادي جاسم السعدون. أهلا وسهلا أستاذ. مشكور على حسنا. كما عرفتني أستاذة نيكول أنا من المملكة العربية السعودية، لذلك يهمني رأيك فيما يجري في المملكة. شخص مثل حضرتك أكيد يتابع ما يحدث في المملكة، وخاصة منذ عام 2015 جرت العديد وتجري ما زالت تجري العديد من الإصلاحات على كافة الأصعدة، لا سيما الصعيد الاقتصادي والحقوقي. بداية، ما رأيك في كل ما يجري في المملكة العربية السعودية؟ أعتقد أنه ما يجري في السعودية أمر طيب حميد. يعني أنا لم أستذكر الأرقام قبل أي، ما ظنيت أني سأسأل هذا السؤال، لكن لا بأس. أنا أعتقد أنه لدى السعودية مشروع حقيقي، مشروع حقيقي للنهوض. أتمنى جدا أن ينجح، لأن أنا أعتقد أنه من زاوية شخصية نجاح السعودية نجاح الكل. تعرفين السعودية 50% من اقتصاد دول الخليج، من مجموعة دول التعاون، والسعودية الأكبر مساحة والمجاورة للكل. لذلك أي نجاح للسعودية بينعكس علينا إيجابا، أو ما أسمي أنا بالعدوى الحميدة. مشروع السعودية مختلف عن مشروع الكويت، لأن أعتقد أنه مشروع حقيقي. يعني أنا أحاول أستعيد الأرقام اللي بذهني قديما، إن شاء الله تكون صحيحة. يعني السعودية تريد أن صندوقها السيادي أن ترفع من 450 إلى 1.1 تريليون في رقم وفي تاريخ سنة 2030. تريد أن يعني تشجع القطاع الخاص أجنبي ومحلي أن يستثمر 1.3 تريليون بحلول 2030 في رقم وفي تاريخ، تمام؟ وتريد أن تخصص مشروعات ب 55 مليار، هذا اللي أذكره من ذهني، 55 مليار، هذا أيضا في رقم خلال 5 سنوات، في رقم وفي تاريخ. السعودية خصصت أيضا مسارها أنه في النهاية نريد أن نتحول إلى بلد صناعي، نريد أن نغوي الشركات بحيث أنه تأتي بمكاتبها الرئيسية عندنا، الشركات الرئيسية، نريد أن نقنعها بأن أن تستثمر، في نفس الوقت المستوى التعليم أعلم أفضل من مستوى الكويت، ما هو بعد حتى الآن بالمستوى المطلوب، لكن أفضل من الكويت يعني أكيد. الآن تريد السعودية أيضا أن تقوم ب، وهذه لأول مرة وتبدو غريبة، يعني أن ترتقي بمساهمة قطاعها السياحي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهذه بالنسبة للسعودية ثورة، أنا يعني ما كنت أتوقعها قبل 3-4 سنوات. فعندها الكيماويات، بتروكيماويات، عندها قطاع النفط متفوق، عندها تريد أن تغوي الآخرين بأن يقيموا صناعات رئيسية فيها، وتريد أن تطور قطاع الصناعة بحيث أنه يكون 10% من ناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. ما يستهويني في كل هذا أنه كل هذا مشمول برقم ومشمول بتاريخ، وهذا أساس التخطيط. يعني عندها المنطقة اللي قريبة من البحر الأحمر على سبيل المثال تساوي كم؟ 50 ضعف سنغافورة. تريد أن تطورها لتكون يعني مكان سياحي متفوق. لذلك أعتقد أن السعودية لديها مشروع. الآن هل في تحديات؟ نعم، أنا أعتقد في تحديات. يعني أنا قارئ جيد للتجربة الصينية سنة 1978 وشلون تحولت، إيش كثر واجهت صعوبات. طبعا إذا أخذت الصين بحجمها تختلف عن السعودية، لكن إذا أخذت السعودية بالنسبة للإقليم كانها الصين. لذلك هو مشروع ضخم في كثير من التحدي، أتمنى له التوفيق. لا زال معدلات النمو غير، يعني لا تبدو يعني مشجعة كثير، يعني نتكلم عن نمو ناقص 4.1 سنة 20، يرتفع إلى 2.2 وبعدين 2.7 وهكذا. هذا لا يكفي، يحتاج إلى أن يكون أكبر أكثر، يعني أعلى شوية من هذا. لكن أنا أعتقد أنه للسعودية مشروع، ومشروع استدارة، مش مشروع يعني بسيط، مشروع استدارة. لذلك أنا أعتقد أنه الواحد عليه أن يراقب هذا المشروع، وعليه أن يتمنى صادقا
أن ينجح هذا المشروع، لأن في نجاح هذا المشروع نجاح لنا كلنا. هذا فيما يتعلق ما تتطلع إليه المملكة. كيف تصف المملكة الآن وضعها الاقتصادي الآن الراهن؟ وضعها؟ وضعها الاقتصادي الراهن الآن. الراهن تعرفين أنه لازلنا نتكلم عن اقتصاد أحادي، لازال النفط هو المسيطر عادل، لكن عندها مشروع. خليني أقول لك على فقط كيف واجهت مشكلة أحادية الاقتصاد في وضع المالية العامة. يعني السعودية هذه السنة سيكون السنة اللي فاتت عجز المالية العامة، عجز الميزانية العامة 11 وشوية بالمئة من يعني من ناتج محلي الإجمالي. السنة هذه نجحت في خفضها إلى ناقص 2%. السنة الجاية بيكون بالزائد 2.2%. أنا أعتقد هذا إنجاز ضخم. فعلى المستوى المالية العامة هناك يعني تطور إيجابي، أتمنى أن يستمر. على مستوى الاقتصاد وتنويعه هناك مشروع، ومثل ما ذكرت لك هناك قطاعات محددة، هناك أرقام محددة مذكورة بالأرقام، وهناك تواريخ محددة لإنجاز ما يمكن إنجازه. الآن هل تنجز؟ هل يصير فيها انتكاسة هنا انتكاسة هناك؟ هذا محتمل، بس على الأقل في رؤية، ورؤية حقيقية لها مدى زمني ولها رغام. وأنا يهمني، أنا تابع يعني بين فترة والثانية ماذا يحدث، بس أعتقد أنه هناك مشروع، نعم مشروع حقيقي. نعم، تتحدثون الكويت يعني عن أزمة موازنة أو عجز في الموازنة. نحن في المملكة، نعم نحن في المملكة واجهنا ما يشبه ذلك أو تحدي قريب من ذلك مع بداية أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وجرت عليه عدة يعني إجراءات من الحكومة، منها التضييق في الرواتب ومستحقي بعض البرامج الداعمة للمواطنين. برأيك هل هذا يعني مؤشر على أنه اقتصادنا غير آمن أو مهدد؟ شوفي أنا لما يصل الإيرادات من غير النفط 46% من إيرادات الموازنة، يعني أنا ما أتكلم عن جزئيات الآن، أتكلم عن الكليات عادل، أنا أعتقد هذا إنجاز. عندما يفوق النصف للسنة القادمة أنا أعتقد هذا إنجاز، وبالتالي هذا حل حقيقي لأزمة المالية العامة. الآن كم تكلفته ما أدري، يعني بنشوف لاحقا شو بيصير، بس أنا أعتقد أنه حتى الآن تسير بالاتجاه الصحيح، وإذا تكلمنا دون تفاصيل في الكليات يبدو أنه أنجز أهدافه. يعني صحيح دعم النفط جاء يعني أيضا مواتي في الوقت المناسب، الحمد لله. لدينا في المملكة العربية السعودية ما يعرف بضريبة القيمة المضافة وهي 15%. ظهر ولي العهد السعودي في مقابلة تلفزيونية وذكر بأنه ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 15% هي ضريبة مؤقتة وسيتم إلغائها خلال 5 سنوات. برأيك هل تعتقد بأنه هذا الكلام واقعي في ظل ما تطمح إليه المملكة بأن تكون وجهة استثنائية؟ يعتمد سيدتي، شوفي إذا نجحوا في المشروع ككل وبدأت الإيرادات من غير القيمة المضافة تتدفق، أنا أعتقد ممكن يحدث. إن فشلت المشروعات الأخرى اللي يفترض أن تكون رديف لتعويض العجز في الموازنة العامة ربما لا يحدث، بس هذا يحدث في كل خطط يعني الدول. لذلك أنا أعتقد أن خفضها ربما 10 ثم 5 أعتقد احتمال وارد، مشروط أن تنجح القطاعات الأخرى أن تكون هي الممول الرديف لنفقات الموازنة العامة. لدينا في المملكة ما يعرف بالاقتصاد الإبداعي وهو ضمن رؤية 2030، والذي يعنى بتنشيط عدة قطاعات منها السياحة، الثقافة، والفنون والتقنيات. ونجد أنه كثير من الموظفين لدينا يعني استقالوا وأنشأوا مشروعاتهم في هذه الاتجاهات باعتباره اقتصاد المستقبل. برأيك هل هو فعلا اقتصاد المستقبل الآن؟ أعتقد شوفي في كل العالم حقيقة، مش بس السعودية، أسف يعني أستثني الكويت، في كل العالم يعني حدث أنه وعوا إلى أن الوظائف القادمة مختلفة تماما عن الوظائف التقليدية، وبدأوا بالتالي بتطوير توجهاتهم بحيث أن يخلقوا فرص عمل حقيقية تتوافق مع ما سيحدث في العالم في المستقبل. يعني اليوم بالسعودية ممكن أن أتعامل مع وزارات الدولة أونلاين، صح؟ هذا كان حلم يعني قبل 10 سنين لما كنت أزور السعودية،
يكاد يكون مستحيل عادل. فالآن هذا يذهب باتجاه صحيح، كمية المعلومات اللي تصدر على الاقتصاد السعودي أيضا كمية جديدة يعني جميلة يعني مرتفعة المستوى. وأعتقد أنهم تعبوا على اختيار البشر في النهاية، السعودية ممكن مختلفين شوية عنا، أنه وظفوا أفضل العقول باتجاهين. اتجاه الأول للبحث عن أفضل الناس في المراكز الرئيسية، والاتجاه الثاني في توظيف أفضل العقول أيضا أجانب حتى في محاولة دراسة وإصدار المعلومات، لأن اليوم الغذاء الحقيقي للنمو هو المعلومات. فأعتقد أنهم نجحوا في الاثنين، نجحوا في يعني اختيار الاختصاصات، ونجحوا في يعني تقديم معلومات طازجة وأكثر دقة. يعني في القديم لما أنا كنت في البنك المركزي كان كل يعني دارسي الماجستير والدكتوراه في دول الخليج يجون الكويت يقابلونا، ليش؟ يقولون هذا البلد الوحيد اللي فيه معلومات، للأسف ما عندنا معلومات. اليوم للأسف شديد العكس قاعد يصير، يعني يؤسفنا ما يحدث حقيقة، ونتمنى أن جميعا يعني نتفائل بالمستقبل، مع أنك يعني غير متفائل، بس إن شاء الله إن شاء الله. سؤالي الأخير، يعني مؤخرا المملكة العربية السعودية رفعت من قيمة الفيزا السعودية وفرضت المزيد من الضرائب على الوافدين، وهي تريد أن تصبح في المقابل وجهة للاستثمارات العالمية. أعتقد تحت الضغط، يعني أنت تعرفين معدل البطالة بالسعودية إذا كان الأرقام صحيحة هي 12.1%. فإذا كان يعني الغرض من خفض العمالة الوافدة هو محاولة خلق فرص يعني للسعوديين، هي تسير في اتجاه صحيح. لكن لاحقا أنا أعتقد يفترض أن تكون أكثر انفتاح على الأقل العمالة المتميزة الوافدة، وقد يحدث ذلك، لأن في النهاية إذا أردنا استثمار أجنبي، وتحديدا استثمار أجنبي مباشر اللي هو أهم بكثير من غير المباشر، يحتاج إلى أفضل الكفاءات، ولا يمكن أن نضع قيد أنه إما أن يكون سعودي أو لا يكون. أنا أعتقد في بعض الاختصاصات قد لا تكون متوفرة، لذلك لابد من فتح قناة للعمالة المتفوقة إذا أردنا أن نتفاعل بشكل صحيح مع جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. السيد جاسم السعدون الاستشاري والاقتصادي من الكويت، شكرا جزيلا لك. الله يخليك. وشكرا لكل زملائي وللمتابعين، وشكرا على وقتك. إليك أستاذة نيكول. الله يخليك، مشكورة. شكرا زهرة. الآن ننتقل من المملكة العربية السعودية إلى لبنان. أكيد سيد جاسم متابع جدا ما يحصل في لبنان، لأنه في شيء من الغليان كما يقال اقتصاديا وسياسيا. على اي حال معنا طالبه، سابدا بجنان نبعه، هي طالبه صحافه ثالث سنه في الجامعه اللبنانيه الدوليه، عمرها 19 سنه، تخصصت في مجال الصحافه طبعا بحبها وشغفها فيما يتعلق في الصحافه. في نفس الوقت هي طالبه جيل الجوهر في اكاديميه لوياك للفنون الادائيه. تفضلي جنان. مساء الخير مشاهدينا الكرام، سيد جاسم السعدون اهلا وسهلا بك في حلقه جديده من برنامج الجوهر. سننقلك الان الى الاقتصاد اللبناني. بدايه سابدا بنبذه صغيره عن وضع اللبناني. في اواخر عام 2019 بدا الاحتلال بالعمله اللبنانيه، حيث كانت تساوي 1500 ليره للدولار الواحد، واليوم لا تقل عن 15000 ليره للدولار الواحد. وتم تجنيد أموال اللبنانيين، وليس فقط اللبنانيين بل الأجانب أيضا، بأمر من حاكم مصرف لبنان رياض سلام. برأيك هل سيتم المودعين أموالهم أم ذهبت ولن تعود؟ ماذا حدث؟ في صدى بالصوت. سؤال لو سمحتي بس الأخير. السؤال الأخير، هل سيستعيد المودعون أموالهم أم ضاعت هذه الأموال؟ وشرحت في السابق انه متى بدات المشكله، عام 2019 وكيف تدهورت العمله من 1500 الى اصبحت الان 20000 دولار. نعم يعني خلينا نستذكر 2019 بالذات، جاء احد رؤساء وزراء لبنان الى الكويت وجامعتنا ندوه مغلقه، واذكر انه
سألته سؤال أنه لبنان اجتاز الحرب الأهلية واجتاز ما بعدها إلى آخره وأموره مضت، لكن قلت له هذه المرة قد لا يجتازها، أنه هذه المؤشرات جدا غير مريحة. أجاب على الكل وما أجاب على سؤالي أنا. فأعتقد أنه لبنان عندها مشكلة ضخمة وما عندها مشكلة في نفس الوقت. يعني تثبيت سعر الدولار على 1500 ليرة لفترة طويلة من الزمن كان خاطئ، لذلك دفعت الثمن دفعة واحدة بسبب هذا ما يسمى بعدم الأمانة في شرح الأوضاع كما هي وكم ما يمكن أن تقول إليه. لبنان للأسف شديد مشكلته شبيهة بمشكلة الكويت، لكن ربما يكون أخف في المستقبل. لبنان عنده يعني اللبناني، يقال إنه اللبناني هذه مش جنسية، هذه مهنة. لبنان متفوقين مبدعين اللبنانيين. اللبنانيين ابتليوا بطغمة فاسدة، حكومات ويعني موزعة وفقا للمحاصصة، سلطة موزعة ضمن المحاصصة وشراء ولاءات، شبيه بما يحدث للأسف الشديد في الكويت وما يحدث حاليا في العراق أيضا. فأعتقد أنه هذا السبب طمسوا تطور المشكلات المحتمل، فساد طاغي، الضغوط على الاقتصاد لأن انفجرت بالطريقة اللي شفناها. لبنان خل أعطيك بس رقم واحد سريع من الذاكرة، يعني للأسف لبنان فقد 5 اقتصاده في سنة 2020، 21% نمو بالسالب. هذه السنة أكبر تضخم كان قريب من 100%، أوالي 84-85%، الآن بالمئات تضخم. نزفوا كل احتياطيات العملة الأجنبية، في نفس الوقت ما في إدارة، ما في حكومة، فكيف يمكن أن يصلح الحال؟ ما ممكن يصلح الحال ما لم تصلح إدارة البلد. الآن جيمي قاتي ما أدري شنو قدرته، ما أدري شنو سلطاته، لأن هي محدودة بحكم التوزيع، بحكم التركيبة، تركيبة السلطة. لذلك إذا ظلت الأمور على ما هي عليه لا يبدو الأمل في استعادة أي يعني مدخرات أمل قوي، لا يبدو هالشكل. لكن خلينا نعطيك الجانب الإيجابي من في لبنان. لبنان لو اصطلحوا قليلا زين، لبنان لو صرف فيها مليار دولار واحد سيكون المضاعف 5-6 مليار. ليش؟ لأن في لبنان لو صرفت هذا المليار سيذهب إلى الناس، والناس فيهم صباق وبناء وفيهم كهربشي وفيهم مبدع وفيهم اللي يصير، فالأموال كلها ستدور في حلقة تولد دخول، يعني اللي نسميه مضاعف الدخل، عدل. فأثر المليار دولار في بلد اقتصاده يكاد يكون مغلق في كل الخدمات، متوفر فيه كل الكفاءات، يكاد يكون 5 أضعاف الصرف الأساسي. لذلك أمل لبنان في النهوض كبير، مشروط فقط بشرط واحد، أنه يكون في ما هو؟ وهو أنه يكون في يعني فكاك من هذه المحاصصة الفاسدة، ويذهب الأموال، يعني تكون بتيجي من الخارج، هي في الغالب بتيجي من الخارج، تذهب هذه الأموال في مشروع واحد يتبع 10 مشاريع أخرى. لذلك أمل لبنان في النهوض كبير إذا بالفعل صرف فيه بعض المبالغ، لكن لا أحد يصرف مبالغ إذا كانت في النهاية تذهب إلى جيوب فاسدين. نعم، ولكن أعتقد يعني يقولون أن لبنان دولة فقيرة تعتمد على أموال المودعين، أفعلا أموال المودعين هي التي تنقذ البلد الآن؟ لا، لأن ما عندهم، بساطة ما عندهم فلوس. يعني المشكلة مو مشكلة أنه الناس ما تأخذ حقوقها، سرقوا حقوق الناس، ما عاد في حقوق للناس. في رأيك الأزمة اللبنانية هي أزمة سياسية أم اقتصادية؟ أزمة سياسية إدارية، ما هي اقتصادية. شوفي لبنان بغض النظر عما تقولين عنه أنه فقير، لبنان غني جدا، غني بإمكاناته، يعني طقسة وقربة وإلى آخره، وغني بإمكانات البشر. وتعرفين أنا في القديم تكلمت عن سنغافورة، لبنان بالكفاءة شيء غريب من سنغافورة. فأعتقد بإمكان لبنان أن ينهض، بإمكانه يستعيد كل ماضي، لكن يجب أن ترفع الغمة هذه اللي على رأسه، اللي هم هذه الطغمة السياسية الفاسدة للأسف. شكرا جزيلا لك دكتور.
في سياق هذا الحديث يقول البنك الدولي أن لبنان يحتاج ما بين 12 و 19 عاماً للتعافي. هل فعلاً نحتاج لهذا الوقت والتعافي وارد؟ لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد لبنان لو هذا الشرط أزيح، أنا أعتقد لبنان 3-4 سنوات يمكن أن يتعافى. بلد صغير يمكن أن يمتلئ بالسياح، يمكن أن يمتلئ بالمستثمرين، وممكن أن يكون بائع لخدمات كل أنواع الخدمات الصحية مالية إلى آخره. لذلك لبنان يمكن أن يتعافى بشكل سريع جدا لو هذا الشرط أزيح، يعني هذا الغمة أزيلت عنه. كيف سنزيل هذه الغمة برأيك؟ والله هذا يعني شأن لبناني، يعني أنا ما لم شوف يعني أنا أعتقد اللي صار في لبنان من تجمع كل الطوائف لنبذ هذه أفضل ظاهرة إيجابية صارت، يعني التجمعات التي جمعت ما بين مسيحي ومسلم وسني وشيعي للاحتجاج على ما كان يحدث فيه من فساد، أنا أعتقد هذه أفضل ظاهرة وأفضل مؤشر إيجابي. لو استمرت هذه الفترة حتما هؤلاء لن يستطيعوا أن يصمدوا، لأن الأمور وصلت إلى مرحلة ما عاد في إمكان الصمود. عندما يجوع الناس البديل هو أن تنفجر البلد، أي الثورة. أي فأعتقد أنه في النهاية في نهاية المطاف هذه الضغوط قد يعني تنتج شيء من الانفراج على المستوى السياسي. شكرا لك جزيلا سيد جاسم السعدون. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. حياك الله. طيب هلأ رح ننتقل نبقى مع لبنان كمان. معنا سهير رفاعي خريج الصحافة وأعلام. طموحات كثيرة تهدف دائما إلى تطوير نفسها خاصة في مجال تقديم البرامج، لذلك شاركت في برنامج الجوهر وجرى اختيارها لتكون طالبة من طلاب جيل الجوهر. تفضلي سهير. شكرا أستاذة نيكول، أرحب بك مجددا أستاذ جاسم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سأتابع معك ما أنهته زميلتي جنان عن الوضع الاقتصادي اللبناني. مؤخرا كشف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تواصله مع دولة الكويت لإعادة إحياء عرض سابق مقدم للبنان لتنفيذ مشاريع بناء معامل لإنتاج الكهرباء. هل ستستطيع الكويت أن تقدم المساعدة للبنان خاصة بأن الكويت حاليا تمر بوضع اقتصادي دقيق؟ أعتقد نعم، يعني لن يكون مبالغ ضخمة، لكن لبنان لا يحتاج إلى مبالغ ضخمة جدا. يعني هو صحيح يفاوض الكويت وأكيد يفاوض دول أخرى مثل الفرنسيين، وصحيح أنه يفاوض صندوق النقد الدولي، وأنا أعتقد أنه في قبول مبدئي من صندوق النقد الدولي أنه يتدخل. فإذا جمعت هذه على هذه على هذه سيكون تأثيرها رئيسي. هو المشكل أنه لا يأتي أحد ويعترض في فترة النهاية ويقول أنا اللي بسوي المشروع. يعني هو الخوف في لبنان من وين؟ الخوف أنه في لبنان في أنه الكل يتكالب على أي شيء فيه شوية فلوس ويطلبون محاصصة، يطلبون اقتسامة بينهم، مثل ما يصير في مشروع الغاز عندكم مثلا عادل. فأعتقد أنه إذا, إذا, إذا سلمت النوايا، إذا صار في حوكمة يعني قوية، صندوق النقد الدولي مع شوية أوروبيين مع الكويت مع آخرين، أنا أعتقد بالإمكان لبنان أن ينهض. ومثل ما قلت لشي لبنان ينفرد بشيء متميز، أنه أي مبلغ تحطينا فيه يتضاعف أثاره 5 مرات. فأعتقد نعم يمكن أن يحدث ذلك. نعم أستاذ جاسم، أنا كلبنانية منذ أن ولدت أعرف بأن لبنان يعيش على القروض التي تأتيه من الخارج. برأيك هل يستطيع لبنان أن يعيش بلا قروض الخارج؟ هل نستطيع أن نكون مكتفيين ذاتيا؟ لا مش صحيح هذا الكلام. أنا أعتقد لبنان يعيش على واحد تحويلات اللبنانيين المغتربين، وهي ليست قروض، وأعتقد أنه كانت مجزية إلى أن وصل الحال إلى ما وصل إليه الآن. يعني الواحد ما يقدر يحول حتى، لأنه ما يقدر يأخذ اللي حوله عادل. أعتقد ثانيا أنه لبنان كان يعتمد على بيع الخدمات وتحديدا السياحة، هذا مصدر ثاني كان. ثلاثة، أنا أعتقد أنه لبنان كان يعتمد على أموال الاستثمار المباشر، يعني كانت تأتي كثير من الخليجيين، كل الخليج مش الكويت، كانوا يستثمرون وكانوا يشترون عقارات ويبنون، وهذا مصدر ثالث. المصدر الرابع هو الاقتراض، وكان خطأ. يعني لو القروض استخدمت في عمليات بناء حقيقي ما فيها مشكلة، لكن كانت تأتي لتذهب لدعم العملة ودعم يعني بعض المشروعات الوهمية.
لذلك انا اعتقد مصادر الـ 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 يعني تمويل لبنان كانت بالدرجة الأولى مصادر حقيقية، تحويلات مقتربين، استثمارات مباشرة، وبيع الخدمات السياحية. لذلك لبنان مصادر الدخل له دائمة، مش مستنزفة، يعني مو نفط مو غاز، لا، في موارده لا منتهية. موقع الجغرافي، طقس حب الناس لخدمات اللبنانيين، الناس اللبنانيين طبيعهم حاليا لبنان هل يستطيع النهوض دون قروض الخارج؟ لا، مش قروض، مو بس قروض إعانات واستثمارات الثلاثة القديمة. ما سيستثمر بلبنان حاليا؟ ما حد هل هناك ثقة؟ لا، لن يستثمر أحد في ظل الوضع الحالي، لأن متى ما دخلت الفلوس انتهت. لذلك أنا أعتقد، وقلت للأخت اللي قبلك، أنه ما لم يحدث انفراجة على المستوى السياسي، ويبدأ هؤلاء السياسيين يفهمون أنه لا يمكن أن يستمروا قابضين على قدركم إلى الأبد في ظل الأوضاع المأساوية اللي وصلت لها لبنان، ما لم يصلوا إلى هذه القناعة، من الصعب جدا أن ينهض لبنان. لكن متى ما وعوا، متى ما فتحت لبنان، لن تحتاج إلى وقت طويل حتى تنهض. نعم، أختم معك أستاذ جاسم في هذا السؤال. في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون حاليا كاقتصادي، ما هي النصائح التي تقدمها لنا لإلغاء فكرة الهجرة وللاستثمار في بلدنا؟ نعم، النصيحة الوحيدة المحددة أن تستمروا متماسكين غير مجزئين وفقا للطوائف، وأن تبدأوا تستمروا في الضغط، لعل وعسى هؤلاء الجاثمين على صدوركم يتحركوا قليلا أو يعي ضميرهم قليلا، لأن هذا هو المفتاح. بمجرد ما يشعر الناس أن لبنان ستعود كما كانت، أنا أعتقد سهل جدا أن ينهض لبنان من جديد. إذا أردت أنا اليوم أن أقوم بفتح مشروع صغير، ما هي النصائح التي تقدمها لي؟ في لبنان؟ في لبنان طبعا. في لبنان؟ نعم، كويس، عندك رأس مال يعني، ها؟ قادرة تسحبين صغير، ها؟ صغير، ها؟ قادرة تسحبينها من البنوك؟ شوفي، أنا وجهة نظري التالي أنه لبنان وصل إلى مرحلة قد تسوء قليلا، لكن لابد أن ينهض. إن بدأت المشروع الآن قد يكون توقيت جيد، لأن المشروع سيكون يعني أثره مضاعف عندما تستدير لبنان، عندما تنهض لبنان. وأنا دائما فيما يتعلق بلبنان تحديدا، أنا يعني أشعر ببعض التفاؤل. زملائي والحضور، شكرا على حسن متابعتكم. شكرا سهير أول مرة بنسمعك متفائل بالاقتصاد، مع أنه كلنا متشائمين بلبنان، يعني مع ابتسامة عريضة، يعني الحمد لله. نحن رح نعود الآن إلى الكويت مع زميل أسامة البناي، طالب يعني أو مشارك متميز هذه المرة، نحن يعني مهتمين فيه بطريقة مختلفة. طالب في السنة الأولى في جامعة الكويت، تخصص الاقتصاد، بتخصص الاقتصاد طبعا، حاصل على شهادة الثقافة البرلمانية من الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي. ما بعرف تفاصيل أكثر، رح يسألك إياها ويستفسر منك أسامة. أسامة تفضل. حاب أرحب بالأستاذ جاسم السعدون، وحاب أشكره على تلبية دعوة اليوم. أهلا وسهلا. أنا طالب في الاقتصاد في السنة الأولى، ما هي اللغات التي يجب علي أن أتعلمها لتساعدني في ممارسة هذا التخصص؟ نعم، أنا أعتقد، شوف، هذا التخصص يعني ليس مبهج، مو مشجع كثير. لا أقصد، لا أنا أعشقه. ما لم تعشق الاقتصاد، ما لم تعشقه ك يعني علم، لا يمكن أن تبرع فيه. يعني الاقتصاد من العلوم اللي يقولون 80-90% من خريجي الاقتصاد مش اقتصاديين، فما لم تهوى الاقتصاد يعني لا يمكن أن تبرع فيه. لذلك أنصحك بأن تبدأ بتأسيس نفسك من البداية بشكل جيد، وأن تبدأ بالقراءة، يحتاج إلى قراءة مطولة خصوصا في البداية. وأرجو أن تبدأ بقراءة يعني أدبيات المدارس الثلاثة الرئيسية، خليك من التفريعات مالتها،
المدارس الثلاثة يعني من آدم سميث مرورا ب كارل ماركس إلى إلى آدم سميث في الثلاثينات. كتاب رأس المال. يفترض أن تبدأ بدراسة تأسيسك، يعني بمعنى متى ما تعلمت المدارس والمدارس شنو تقول فستجد متعة وانت تقرأ البقية، بس ما لم يكن أساسك يعني زين قد تواجه مشكلة في عشق الاقتصاد وفي التعامل معاه فيما بعد. لذلك ابدأ بالقراءة، أسس نفسك زين بالقراءة، وبعدها خلاص راح تبني نفسك. حلو، نبلش بالسؤال الثاني. ما هي الدورات التي يجب على طالب الاقتصاد حضورها، خاصة أن هناك الكثير من الأشخاص يقدمون دورات وهم غير متخصصين في بهذه الأمور؟ شلون متخصصين؟ ما هي الدورات التي يجب على الدورات الشهادات؟ لا خلك لا تدخل دورات الآن، مثل ما قلت لك الأساس هو أن تقرأ وأن حتى تدمن قراءة. زين، متى ما قرأت لاحق على الدورات بعد ما تخرج، في دورات كثيرة على مستوى العالم حاليا. خليك تتعب على تأسيس نفسك أنت وشوف شو تحب، وبعدها لأن تدري اقتصاد مثل الطب فروع، وبعدين أنت تذهب إلى الفرع اللي تريده وتتخصص وتأخذ دورات في الفرع الذي تريد. لا أنا أقصد بشكل عام، حتى لو بعد التخرج يعني في المجالات العديدة في القطاع العام والقطاع الخاص فروع. لا خلي قطاع عام قطاع خاص مش مهم، يعني هو في الاقتصاد للأسف الشديد في دولنا الطلب على وظيفة مو اقتصادي مو كبيرة، صغيرة. يعني في النهاية اقتصادي لازم تكون باحث، وأعتقد أنه عشان تكون متفوق في تخصصك مثل ما قلت لك الأساس أن تبدأ بتأسيس بشكل جيد. أنا أذكر أني قاري لكارل ماركس، يمكن كنا في يومها ثوريين يعني، وأنا بالثانوية. لما رحت الجامعة كنت أعرف يعني خلافات آدم سميث وكارل ماركس بس الاقتصاد مشكلته مشكلة أنه ما في مدرسة صح ولا في مدرسة خطأ، كل المدارس صح وكلها خطأ. ليش؟ لأنه يعتمد على أنت شلون تحكم عليها في حقبة من الزمن. فإذا قريت مدرسة في حقبة مختلفة تراها مخطئة، لكن إذا قريت الظروف التي نشأت فيها بتجدها يعني هي الحقبة الصحيحة، هي المدرسة الصحيحة. مثل ما صار مع روسيا في القرن التاسع الثامن عشر، زين اللي صار فيها أنه نشأت هذه الفكرة بعد ما طغى الفكر آدم سميث الكلاسيكي وحول الرأسمالية إلى رأسمالية متوحشة، فنشأت البديل اللي تدري الاقتصاد هو عمالة ورأسمال. صح. تحيز لرأس المال إلى درجة النطقة وصاروا كلهم عبيد صخرة، فنشأت المدرسة الثانية اللي تحت تنحاز تماما للعمال. الاثنين انحرفوا فيما بعد، واثنين خطأ فيما بعد في حقبة ثانية، حقبة زمن ثانية. صحيح. بنبلش السؤال الثالث. هل سمعت عن تخصص الاقتصاد الإسلامي؟ ما في شيء اسمه اقتصاد إسلامي. شوف هذا اللي تسمعه كذب. ما في شيء اسمه اقتصاد إسلامي، ما في شيء اسمه طب إسلامي، ما في شيء اسمه هندسة إسلامية. في تخصص معين أو في نمط معين ضمن هذا التخصص. يعني يقول لك أنا اقتصاد إسلامي، أنا دعوني إلى واحدة من الجامعات وكانت بعد أزمة 2008، فرحت في ورقتي 2009 بدايات 2009، وكل اللي قاعدين كانوا يعني ناس متعصبين على الاقتصاد الإسلامي. فقلت لهم جماعة يعني كل واحد سامحوني، بس ما في شيء اسمه اقتصاد إسلامي، في معاملات مالية ضمن اقتصاد كلي، ما في رياضيات إسلامية. المعاملات الإسلامية ضمن هذا تقول لك تحول الربا إلى شيء مختلف، زين، فهي معاملات إسلامية ضمن اقتصاد عام، بس ما في شيء اسمه اقتصاد إسلامي. كانوا كاتبين انه لا، بس لاحظ انه الثمن اللي دفع من المؤسسات التقليديه شركات الاستثمار بنوك التقليديه اكبر من الاسلاميه. فقلت لهم بالرقم انه الخسرانين اكثر هم الاسلاميه، مؤسسات اسلاميه عادل. صح. فبالتالي ما في شيء، لا يعني لا تظلمون الاسلام بنسبه شيء له ثم ناتي ونكتشف انه هذا مش موجود. ما عجبهم هذا الكلام يعني في النهايه، بس في النهايه هذا حقيقه، فما في شيء اسمه اقتصاد إسلامي. صحيح. شكرا لك أستاذ جاسم السعدون، واستفدنا من الأجوبة اللي أعطتنا إياها، ويعطيك العافية. ما بيصير. كل الشكر لمؤسسة لويك طبعا، وأستاذ نيكولا بعد.
بالأخص. شكرا لك أسامة، شكرا كثير. الآن سننتقل إلى الشق الهيك أكثر فيها حماس، كلنا منتظرين هذا الشق. معنا فيصل الحيدان، إعلامي كاتب وشاعر نبطي، ممثل عاشق للصحافة والإعلام والإذاعة والمسرح. ما راح أكتفي، عنده سيرة ذاتية طويلة من الجوائز، سأكتفي بهذا القدر. فيصل، تفضل فيصل. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام والحضور، ويسعدني أن أرحب بضيف الكريم الاستشاري الاقتصادي الأستاذ جاسم السعدون. حياك الله. لازم. مشكور أستاذ جاسم على تلبية الدعوة وحضورك. أهلا وسهلا. أبو عبد الله، كان من أصعب الأمور إيجاد أي معلومة عنك أو حتى الوصول لشخصك الكريم، ويقال بأن أن تسأل خبير اقتصادي أسئلة بالاقتصاد هو أمر صعب بحد ذاته، لكن أنا أقول خلفيتك الشخصية صراحة كانت أصعب بكثير. فسؤالي الأول كذي، ليش؟ أنا أكاد أكون يعني ميت اجتماعيا. السبب أنه لما يكون عندك دوام صبح وعصر 5 أيام بالأسبوع، وين تروح؟ لا تخالط، لا تروح دواوين، يعني تروح موجبات، يعني فرح عزة، بس أكثر من كذي ما عندي، ما أروح حق أحد، ما أشوف أحد اجتماعيا، ما أشوف. اثنين، أنا أعتقد أن ممكن أن تهتم بالبعد الشخصي لممثل، للاعب، حتى للسياسي، بس النهاية اقتصادي شي يهمك من يعني من بعد الشخصي. لذلك أنا ما قابل، يعني ما قابلت ناس عشان يسألوني عن قضايا الشخصية، وما أحبذ أساسا أن تطرح القضايا الشخصية. البعد الشخصي تظل يعني بالتعريف هي شخصية، عدل؟ لذلك أنا بعيد عن يعني خلنا نقول أضواء الاجتماعية. في الغالب الأعم الناس تسمع لك يعني في حدود مهنتك، في حدود اختصاصك، وما أعتقد أنه مهم يعرفون أنت يعني من تشجع ولا وين تروح. ما أعتقد هذا مهم، مهم حق ممثل، مهم حق لاعب، مهم حق اللي يصير، بس مو مهم حق اقتصادي. صحيح، احنا حبينا نغطي المحور الإنساني هذا. هذا اللي خايف منه. عسى ما يضايقك هالشيء. فولدت في سنة 1946. ونشأت وتلعرأت في الكويت بعيدا عن والدك. من أحد الأمور اللي تبدو لي أبو عبد الله أن طفولتك ما كانت سهلة. وهل لك أن تحدثني في غياب الوالد الله يرحمه خالد السعدون واستقراره في البحرين، وهل لك كان لغيابه أثر عليك؟ ما كان أثر، لأنه كان موجود غاب. القديم كنا نسكن كعائلة كلنا في بيت واحد، فما كنت أشعر، يعني كان عمامي موجودين، إخواني موجودين، عماتي موجودين، فكنا يعني عائلة كبيرة نسبيا، مو كبيرة بس يعني كنا عائلة مشتركة. فغياب واحد اثنين مع اثنين، الوالد كان يجي على طول، يعني كان يجي وروح، وأنا بمجرد ما وعيت على الدنيا كنت أروح لمنفرد، وبعدين كنت أروح لأنا وربعي، يعني كنا نروح دوانية كاملة حقها. ففي أذكر في مرة من المرات عندنا يعني صديق مبدع اسمه جاسم الشهيد البدر، ما رحلة الأمل إذا سمعتوه، راح وسوى له قارب حديد عند والده الله يرحمه، مصنع كاشي، وسوى قارب حديد زين، ركبنا في ماكينة، هو ركب في ماكينة صغيرة ديزل، أول طلعة فيه ركبنا كلنا ورحنا البحرين حق الوالد، ومع الوالد بعد رحنا هناك على الساحل القطري، بقينا نقتل هناك على الساحل القطري، لأن رحنا في التوقيت الخطأ، وكنا في قريب ما بين حوار والساحل القطري في مكان يسمونه حد الذيب. فوإحنا قاعدين معاي الله يرحمه يعني صديق الوالد، هو كان أصمخ وأطرم راشد المناعي، وواحد ثاني بدستور وصديق علي أبو قماز، فوعينا هالشكل ولا بنادق موجهة لنا. يعني الوالد الحين بعيد عنا أشوى، يعني ما كان موجود في لنج خشب ثاني يم لنجنا. فأذكر أنه سبحت لهم، كانوا بيرمونا، خوفنا يرمون يعني، وهذول الجماعة كبار بالسن كانوا، فرحنا لهم، واتضح أنه كان يومها في بلاغ، كان يومها أول صار في تغيير، الشيخ خليفة مغير من قلاب على الشيخ أخوه أحمد، وكان في أبو ظبي، وكان في بلاغ عن أنه سفينة بتي بتنزل سلاح لأعوان هذا، وظنونا إحنا يعني اللي جايبين السلاح.
فرحنا تفاهم وياهم، مشوا صديقي هذا علي، علي ابو قماس هو امين صندوق في وزارة الدفاع الكويتية، فاتضح ان واحد من الثلاثة كان بالكويت، فكان هو اللي يعطيه راتبه، فاول ما حد رشوة تباوسه والحمد لله افتكينا كنت على تواصل مع الوالد بشكل عام، وعقبها رحت له يمكن عشر مرات مع ربي. جميل، اظن ان كثير من الناس كانوا بالكويت يروحوا له، ولذلك لقب بسفير الكويت للبحرين رحمه الله عليه. صحيح. انزين، حابة اتكلم عن الجانب الدراسي من حياتك الشخصيه، كيف كان تحدي الدراسه بسنه 65 وعمرك 19 سنه في مرحله الشباب اعتقد، عن ذهابك لمصر في تلك الحقبة الزمنية وماذا أضافت لك؟ إيه. شوف أنا الغريب يعني أنه في زمننا في ذاك الزمن، أنا أتكلم عن 65-66، كان البدعة هي أنه كنت تروح تخصص طب أو هندسة، وكنت أنا خلاص يعني أسوة بال يعني الطلب العام كنت بروح أمريكا هندسة. في يوم من الأيام يعني أراجع نفسي أنا أقول يعني هل أنا مخلوق علشان أتعامل مع الحصى والإسمنت؟ أنا يومها كنت قاري يعني مجلدات ثلاثة للرايخ الثالث، الرايخ الثالث اللي هو الجمهورية الثالثة لألمانيا، وهتلر وشلون صار ومشلون صار، وقاري جزء من ما فهمته بس قاري جزء من كتاب رأس المال، وقاري روايات همينغواي، فما كان يعني ما كان تركيبتي يعني تصلح أن تكون مخلوقة للتعامل مع لا مع أجساد بشر ولا مع يعني، فقررت يعني أنه لا أروح. كان يومها تدري في نهوض عربي وفي الشعور القومي القوي وإلى آخره، فقررت أني أروح اسكندرية بدل ما أروح أمريكا. وحتى هناك لما دخلت كانت كلية مشتركة محاسبة وما أدري شنو إحصاء، ما لقيت نفسي، الكل كان اللي ما يصير يصير محاسب. ايضا مو معقول بصير محاسب، انا اطالع ارقام ميزانيه توازنت ولا مو هذه تركيبتي. صح. فقررت اني اروح اقتصاد، واعتقد انه كانت يعني مثمره ايامها الحمد لله يعني الحمد لله يعني مصر يعني. كانت يومها يعني مختلفه يعني، كانت نظيفه جدا، كان التعليم فيها التعليم فيها زين الى اخره، فأعتقد أني وفقت. بعدها طبعا رحت أمريكا بس يعني أعتقد أني وفقت الماجستير. صحيح. أبي أنا كان عندي نقاش ثاني لكن أبي أنتقل للمحور العائلة. قد قيل لي بأن الأسرة ومبدأ العائلة بالنسبة لك أستاذ جاسم أبو عبد الله هو أمر في غاية الأهمية، وقد زرعت في أبنائك وبناتك ضرورة الحفاظ عليها. هل كان هو تعويض لشيء فقدته في طفولتك مع الوالد؟ ما أعتقد، أنا بالعكس أنا أقدر يعني تجربة الوالد. أنت تعرف أنه هجرة الوالد كانت اقتصادية، يعني هجرة الوالد من الكويت ما كانت هجرة يعني قصرية. يده اللي هو والد يد جدي اللي هو والده صح. سنة 1927 كان نأخذه قوس وانكسر، راح ما توفق موسمين وانكسر، ففي الحالة هذه كانوا يستافون البيت ويستافون القارب عادل، فقالوا له اللي مولينا هناك يمول، قالوا له خلاص يجب أن نستوفي هذه الأمور، لنا قارب في البحرين، سمعوا وجاءوا الكويت قالوا تعال يبا أنت وجيب خالد وياك، خالد أبوي كان توا مخلص متخرج من المباركية، وكان من ضمن المواد اللي يأخذونها يسمونها محاسبة الغوص أو حساب الغوص. فراح للأقارب اللي هناك عندهم سطول، أمامرة عندهم سطول، وقالوا له إذا ما سدد إحنا نسدد عنه، فدش وياهم سنتين وخلص سوى فلوس ورد سدد دينا الجد. يومها البحرين كانت مركز يعني مختلف، كانت يعني متقدمة واعية إلى آخره، فقرر الوالد أنه يعني بعد سنتين قالوا له هذول أنت ماسك عين حساباتنا فنفضل انك تبقى ويانا، يعني عمره 17 سنه كان، فقرر انه يبقى، ويبدو انه في هالسن هذه خلاص انزرع يعني ود هناك إيه؟ فقرر الاستقرار فاستقر هناك. لذلك ما كنت اشعر انا بحرمان، اشعر بان اختار اللي ما يريده،
في نفس الوقت كان على تواصل يعني مستمر معنا، فما في ما كان في فراغ، ما أشعر على الأقل أنا ما شعرت إنه في فراغ. طيب لديك من الأبناء والبنات ما شاء الله رنا وعبد الله عبد العزيز حمد وصبا الله يحفظهم. أبو عبد الله منو من عيالك يشبهك بالشخصية واللي تشوف نفسك فيه؟ والله مو يعني أنا ما بدي واحد يكون مطابق، أنا لا أؤمن بالتطابق عدل. لكل واحد منهم شخصيته. يعني أكثر واحد تكون يكون يعني قريب بالنسبة لك. شوف لا يعني رنا مثلاً قريبة جداً من الأهل، بالتالي لها أنا قريب جداً من الأهل عدل. عبد الله يعني يحب التواصل على المستوى العام، فهم المواضيع العامة، ففي جزء. عزيز وحمد يحبون الحداق ويحبون الطباخ ويحبون فجزء منهم. صبا كل واحد له جزء. إيه لكل واحد جزء، فهي خليط. وأنا أعشق هذا الخليط، أنا أحب جميل. أحب هذا الخليط، بس أنا لا أؤمن بالتطابق بالشخصيات يعني بين واحد وواحد. أكيد. زين، هل صحيح أن ما كان لك يد في اتخاذهم لقراراتهم أو التأثير عليها حتى لو كانت بالنصيحة، وشنو سبب ذلك؟ العيال يعني العيال. شوف أنا يمكن خطأ، بس تركيبتي الشخصية ما كنت أقبل أنه أحد يقول لي شي يسوي ما يسوي. زين، فكنت أتخذ قراراتي وأتحمل مسؤولياتهم. فأعتقد أن أفضل طريقة للتعليم هي أن تخلي الإنسان ما دام ما يرتكب حماقة يعني عدل، تخلي يعني يتصرف بحدود حرياته إلى أن يفهم هو ويستفيد من تجربته، لأن الكبسولات هذه ما تخلق شخصيات. الاحتكاك والتجربة هي ما يخلق الشخصيات. لذلك أنا ما أؤمن ب يعني سياسة الكبسولات، إنه أنا أعتقد إني أفهم أكثر لذلك يجب أن أعطيهم جرعات شلون يسوون، ما أؤمن بذلك. جميل. تحب الزراعة أبو عبد الله؟ أحب الزراعة. شنو سالفة الجيوب أو المخابي المليانة ورد وفواكه؟ الزراعة شوف أنا أحب الشعر، يمكن يعني تعود إلى طبيعة عملي. طبيعة عملي متطلب جدا، يعني قلت لك أداوم صبح وعصر، بس مو هذا المشكلة. المشكلة أنه لما تدعي أنك تستطيع أن تقدم استشارة للناس، عليك أن تكون متابع لكل ما يحدث في حقلك، وهذا أمر مرهق، لأن عليك أن تقرأ كل ما يحدث من تطورات على مستوى العالم. فهو عمل مؤذي مرهق، بس أنا أحبه عدل. كئيب. لذلك تلاقيني بالعطلة أقوم بكل شيء ما له علاقة بالعقل. زين، أطبخ، أزرع، وأروح البحر. جميل. كله ما له علاقة بالعقل. لذلك أعتقد إنه هذه الفترة يصير فيها تفريغ للضغوط كلها عشان تعود مرة ثانية. شو اسمه الزرع هذا، عشان بس تعرف إنه ليش أنا مو متشائم. لا يمكن أن تكون حداقة وزراعة متشائم في نفس الوقت، مستحيل. صحيح. لأن الزرع بصبر، والمتشائم ما يصبر سنتين عشان يشوف لو الشرة ثمرت ولا ما ثمرت، عقب سنتين يمكن تموت عدل. عدل. ولا روح بحداقي هالجو التعيسه عشان يصيد ولا ما يصيد. لذلك أنا أعشق أي عمل يعني في جهد يدوي، لكن ما في شغل يعني شو. لذلك ما تشوفني ما أشوف أخبار ولا أقرأ شيء جاد في العطلة. مجرد ما يوم لحد أصير شخصية ثانية مختلفة. فالزرع جميل، الزرع يعني التعامل معه شيء جميل. أكيد. ويقولون أيضا تحب البحر، فحدثني عن سر عشقك. أعشق البحر، واحد البحر. أعشق البحر. هل كان تأثير جدك الراحل الله يرحمه؟ لا لا، شوف أنا ولدت في منطقة غريبة من هنا، في جبلة، محل المتحف الوطني الحين. أذكر لما كنت صغير كان عندنا سطح عادي، فكل يوم لما أصحى الصبح أروح أتشلبة على هذه أطالع البحر. بمجرد ما صرت أكبر شوية صارت يعني الرحلة للبحر اليومية هذه مقدسة. شيء دائم. حتى في يوم أذكر لما كنا صغار كان عندي قريب، وكانوا الأهل بالذات بالصيف بالعطلة الصيفية يمنعونا من أن نروح بالشمس، بس إحنا نحب الحداقة. فكنا ناخذ خيوطنا، وفي عمارة فيها صخر فيها فتحات عدل، فكنا نخش الخيوط هناك ونغطي عليهم، والسمك اللي نصيده نعطيه الحمامي للعمال اللي يجون علشان لما نيجي ما يكون عندنا يعني.
فمن صغري كانت عايش عيني على البحر ولا زال تتولد الحب هذا ولا زال لا زال. طيب شنو قصة مصيرة أبو عبد الله؟ مصيرة مصيرة أعتقد مصيرة والثمان شهور اللي قضيتها هناك في فترة كورونا وهي جزيرة في عمان. إيه شوف عمان بشكل عام عمان بلد جميل جدا. الناس في عمان مختلفين، الناس في عمان حضاريين، يعني الناس يعني لما تروح على طريق شارع واحد سايد واحد وانت غلطان تطلع على سيارة اللي مقابلك ما يناكفك ويدق لك هنا، لا هو يطلع على الخط ينطرك تطلع بدون ما يقول لك كلمة واحدة. عمان تعامل معاهم سهل سهل، لأنك تحب الحداق تبي تروح مكان فيه سمك سمك، وهذه صفة ثانية هذا موجود هناك. رحنا منطقتين قبله بس اتضح أنه مصيرة يعني أفضل. ثلاثة مصيرة 12 شهر في السنة جوها متشابه، يعني في عز الحر هني عندك، هناك مصيرة يمكن رذراذ مطر شوية يمكن الحرارة 30 27 33 شيء هالشكل، وطول السنة هالشكل، فالطقس دائما يعني دائما مناسب. وبعدين صار فيها تجمع، يعني صرنا نعرف عمانيين صرنا نعرف كويتيين هناك، فصار فيها تجمع. الآن قصة الثمان شهور هذه في 4/23 كالعادة رحنا، بعد ما رحنا 11 يوم أغلقت المطارات. أغلقت صحيح، فاعتقدنا أن راح تفتح قريبا، ما فتحت المطارات صحيح، وفروا طيارة ورجعوا بعد ربعنا، بس بقينا 11 واحد هناك لأن ما كنا نعرف أنه أحد عندنا ناس عندهم مشاكل صحية صحيح. فخفنا نرجع يصابون بالطريق وقد لا يعني لا يصدق الساعة ما نعرف شنو بالضبط تبعات الكورونا، فقررنا نبقى على أمل أنه بعد شهر 5 شهر 6 بعد هذه ردت إلى 25/10 فصارت 8 شهور إلى 10 أيام اللي قضيناها هناك، بس كانت جميلة جدا. غيرت شيء فيك؟ غيرت شيء فيك في شخصيتك في طابعك؟ إيه غيرت شيء فيك التجربة الثمان شهور؟ لا بالعكس تعرف على الناس هناك أكثر وصارت علاقاتنا يعني أكثر يعني وثوق مع الناس اللي حوالينا مع جيراننا مع كل الناس، فبشكل عام كانت مثمرة. في نفس الوقت أنتوا كنتوا محجوزين هنا ما تطلعون وأنتوا ماخذين راحتكم وإحنا هناك على كيف كيفنا. طيب أبو عبد الله شنو سالفة إنك ما تحب تلبس بشت؟ ما أحب ألبس بشت. بشت لبشوت؟ أنا أعتقد إنه إضافة ما لها داعي، يعني إيش بيغير فيني البشت إذا حطيته؟ بيغير شيء؟ ما يغير شيء. صحيح. هو عبارة عن شيء منقول، يعني شيء منقول وصار عادة. يعني أنا عارف ألبس قطرة وعقار لأن لباسي، بس أضيف بشت عليها ليش؟ ما أعتقد إنه شيء يعني ضروري. لو ضروري سويته، ما عندي ما عندي شيء ضده يعني عدل، بس ما أعتقد إنه ضروري. جميل. هذا آخر سؤال، يقولون تحب المقالب أبو عبد الله. أحب المقالب. آه. خصوصاً بأصدقائك. شنو يعني شيء طريف آخر مقلب سويته؟ آه ما أسوي مقالب لا يعني عشان ما تفهمني غلط، بس أحب أقول حق يعني اللي حوالي أقول له شيء متناقض علشان أشوف رد فعله. يعني واحد من صعب أقولها والله، بس يعني واحدة من السوالف، عندي صديق يبدو يعني ممتاز خوش إنسانة، بس يبدو إنه ساذج. يعني عندي قلم في يوم هم أعطني إياه هدية من المدرسة كنا بالثانوية، قلم ذهب يكتب أخضر، وصديقي هذا قال ألا بشوفه، قلت له ما تشوفه، ألا بشوفه ما تشوفه، قال لي قلت له تشوفه شرط توقع لي على بياض على ورقة، وقع لي على بياض وكتبت فيه انه انا وذريتي ملك حق فلان، صدق انه صار ملك حقي. فما يعني ما لها سالفه، بس تم لي فتره لي الغزو مصدق انه يعني صار ملك حقي. الله يعطيك العافيه. طيب نشكر حضورك ابو عبد الله وتلبيتك للدعوه، وايضا اشكر جميع المشاهدين والحضور، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. جميل جدا جميل جدا. رح نستمر بهيدا المجال. معنا عفاف نادر العوضي، حاصلة على شهادة أدب إنجليزي من جامعة الخليج في الكويت، موظفة سابقة في الصندوق الكويتي للتنمية قسم المهمات الرسمية، لا تعمل الآن، متطوعة في مركز زهر للتدريب المحترف وشغوفة في مجال الإعلام. تفضلي عفاف.
مساء الخير جميعا، يسعدني أن أرحب بضيفي لهذا المساء الخبير الاقتصادي السيد جاسم السعدون. مساك الله بالخير أبو عبد الله. الله بالخير. تنقلت أولا مشكورة على البذور، ترى هدتني بذورة هي اليوم، وأنا أعشق الزرع وبذور جميلة حقيقة. طبعا هذا عرفته من اللي سوينا أنا ورنا. رنا مشكورة، أقول لك إياها الحين، ما قصرت، فضحتك. تنقلت مواهبك بين البخور والزراعة، الطبخ والحداق أيضا. بما أن إحنا في أول موسم شهر 10، بدأ موسم الحداق؟ بدأ، ما هو أصلا ما وقف. ما وقف. إيه، أنا أطلع أحدق 12 شهر في السنة، ويقال أحيانا 13 شهر بعد. طيب، تفضل الحداق بالسنارة ولا بالخيط؟ فقط بالخيط، فقط بالخيط. فقط بالخيط. يعني أنا شوفي، لا أعشق الصيد الجائر. يعني لا شبك، لا قرقور، لا اللي يسمونه مشبك، لا، بس الخيط، لأن في النهاية هي علاقة بينك وبين السمك، فيفترض أن يكون فقط الخيط هو الأمر الجميل، يعني هو الأمر اللي فيه تحدي. طيب، سمكة دائما تفرح إذا صدتها؟ نعم، سمكة إذا صدتها دائما تفرح. أنا أفرح، بس هي مسكينة ما تفرح. هي بس شنو هي السمكة؟ شنو نوع السمكة؟ أنواع، كل أنواع السمكة، كل أنواع، كل أنواع. شنو سمكة للحين ما صدتها بخاطرك تصيدها وما صدتها؟ والله أعتقد كل اللي أعرفهم ينصادون بالخيط صدهم، أعتقد. تبارك الله، تبارك الله. طيب، حايبة أعرف علاقتك بين الأرض والزراعة، من أين بدأت موهبة الزراعة؟ والله شوفي، مو موهبة، عشان بس الواحد ما يدعي ما ليس له. أكو هناك زراع وهناك يزرع، أنا أزرع، أنا مش زراع عادل، بس أنا أحب دائما أني يعني في وقت محدد احب اني احط بذره ولا احط شتله، وتصير لي بيني وبينها علاقه. يعني لو تساليني الان مثلا عندي قطعه مزروعه وتقولي لي هل 50 تذكرهم مواقعهم؟ كلهم اتذكر مواقعهم. زين، فمع الوقت الواحد يحلق علاقه بينه وبين، ويحزن اذا صار فيها شيء، احيانا تموت يحزن اذا صار فيها شيء. فانا احب اضع يعني بذره ولا شتله وأعيش معها فترة من الزمن إلى أن تخلق يعني نوع من العلاقة كما لو كانت إنسان. مو بس تحب تزرع، وبعد تحب تطبخ وتجيد البامية والقرص عقيلي، من علمك الطبخ، الوالدة أم عبد الله؟ لا والله، لا الوالدة ولا أم عبد الله. يبدو، شوفها يبدو، يعني رانا ما تعرف تطبخ. شوفها يبدو إن إحنا عندنا في جيناتنا والدتي تطبخ، والدي ما يطبخ عادل، بس احنا تلاقين رنا وصبا العكس، يعني اللي هما بنات ما يطبخون، ما يعرفون يطبخون، بس تلاقين فيصل اخوي الكبير، انا وفوزي الله يرحمه اخوي الصغير، طباخين كذي بالجينات عادل. كذلك الحين الاولاد، عبد الله الى حد ما، لكن عزيز وحمد متفوقين في الطباخ. لذلك أنا أعتقد واحد قضية جينات، اثنين بالنسبة لي مثل ما قلت مساع، هي قضية يعني شيء أعمله بالإيد أفضل من يعني يوحي بالراحة أفضل. سمعنا أنك تعشق البخور، مع أن المقتنيات الثمينة لا تعني لك شيء. لا، شنو قصة محل البخور في الهند؟ محل بخور في الهند، دخلت محل بخور في بخور الهند. إيه، إيه، إيه. إيه، انا جامع بخور، بس مو جامع بالشكل يعني هذه، اعتقد لها علاقه من ولدت وانا اشوف البخور في البيت، اعتقد لها علاقه، وانا احب يعني ريحه البخور. فاجمعه الى سنه 2004 كنت اشتري، بس بعدين صار يعني سعره ما له معنى، فما عدت اشتري، بس عندي كميه يعني تكفي، كميه محترمه. هذا بالهند، رحنا دلهي فمرينا على أكثر من محل نسألهم عن البخور، يجيبون وتقول له تضغط على يجيب لك ثانية وثالثة ورابعة. بعد 5-6 محلات يعني اكتشفت أنه ما عندهم بخور زين، فقلت عشان بس نختصر الوقت رويت كسرة بخور بخباتي، دائما أنا عندي بخورة. فقال لي هذا البخور؟ قلت له، قال لي إذا عندك أنت بيعني، ما عندي. زين، في بمبي رحت أيضا نفس الشيء 4-5-6، بعدين دخلت على واحد
ورواني عينة عينتين ثلاث أربع، وبعدين قال لي يبا أنت تبي بخور بخور، قلت له راح داخل وياب كرتون، قال لي شوف هذا بخور لكن بشرط، هذا ترى سعره هالكثر. قلت له أوكي بس أنا عندي شرط. قال لي شنو؟ قلت له أختار أنقي. قال لي إيه إيه تخذ راحتك نقي. راح طلع الكرتون، أول ما شلت سبع ثمان كسر، عرف إني أعرف البخور وإنه مخلوط، كان يأخذهم من إيدي يقطهم بالكرتون، كان يقول روح ما أبيعك خلاص. شكيته يعني ما ينقص عليك ما شاء الله عليك أبو عبد الله. لا والله ينقص علي وايد، بس مو بهالسوالف، لا ينقص علي. طيب. سهل، أنا سهل مو صعب ترى. شنو سالفة اللكزس الفستقي موديل 1997؟ ممكن تحطوا لنا صورته؟ شنو سيارتي ولا وصلت بسيارتي؟ بس ناطرين اذا يحطوا لنا صورته. جايب الجنب الخلفي. انا ما غير سيارات العاده عادل. متى اخر هذه؟ هذه اخر سياره بعد ما كمل عمرها، هي شريتها ب 97 بس هي طراز 98. كاهي هي طراز 98، لا زالت عندي ولا زلت يعني لي علاقه طيبه فيها حتى الان، واعتقد راح استمر، ما يعني ما ادري لانها ما تخرب، سياره ما تخرب. أه. اروح فيها انا بالشاليه ما تخرب، اعتقد ان السياره هي بنايه وسيله مواصلات مو كشخه. فهي مريحتني وانا مريحها. ممتاز. زين خبرنا شلون التقيت بام عبد الله. نعم. خبرنا شلون التقيت بام عبد الله. مدام انتصار. مغزر شوي. وليش اخترتها؟ عبد الله زميله شغل، يعني انا كنت في يوم من الأيام مسؤول عن، يسموني مسؤول إداري عن مقابلة الباحثين، وهي كانت متفوقة يعني في الدراسة اقتصادية أيضا في نفس الوقت، وراحت معاي عندها ماستر، فكنا في البنك المركزي، فاشتغلنا مع بعض سنتين أعتقد، وبعدين خلاص يعني خطبتها وتزوجتها ورحنا أمريكا مع بعض. تذكر شنو أول شيء عجبك فيها؟ اول شيء شفتها الدوام شنو عجبك فيها؟ هل هي لانها كانت اقتصاديه نفسها ولا لا؟ هي شكلها انه موضوع الحمد لله يعني. انزين خسرت وظيفتك مرتين، هل في مره عاتبتك ام عبد الله على هذه المخاطرات؟ لا هي اعتقد تتفهم ان الواحد مو يعني دلع يغير وظيفته. في المره الاولى خسرت وظيفتي لاني كتبت شيء ما أنا متفق مع البنك إنه ينشرها، وقالوا لي طيب تنشرها بس بشرط إنه يحكم، حكم هذا البحث وأجيز بشكل سريع، لكن بعدين تراجعوا ما يبون ينشر لأنه يتعلق باقتصاد الكويت مستقبلا. أنا نشرته في دورية الخليج والجزيرة العربية على جامعة الكويت، فاعتبر هذا ثورة وخطيئة بس، وانقلوني من البحوث إلى شؤون العاملين وبعدين الباب. في الوظيفة الثانية قلت لهم أنا أشتغل معاكم بس عندي ثلاث شروط، هذا كلام في ديسمبر 79، قلت لهم شروطي ما وافقوا عليها خلاص ورحت حالي. في مارس بعدها بثلاث شهور قالوا لي مرة ثانية، قلت لهم شروطي قائمة، قبلوا شروطي واشتغلت معهم 11 شهر. صار في تغيير انقلاب تقريبا في مجلس الإدارة، بقى بس واحد عضو واحد، واحنا راجعين بالطياره من الامارات رحت حق العضو المنتدب قلت له انت تغيرون، انتم ملاك كيفكم يعني تغيرون بعضكم بعض كيفكم، بس انا في النهايه عندي شروطي اللي وافقت عليها. قال لي عطني اسبوع، اعطيته اسبوع، انا رحت له بمكتب سوق التجار اللي بلوكات سوق التجار لعدال مجلس الوزراء، قال لي والله هذا الشرط واحد من الشروط، قال لي لا مو مقبول. قلت له خلاص انا عندي 13 شهر باقي بعقدي، شو الحل؟ قال الحل باكر نعطيك 13 شهر ايام المناخ ولا شيء، شنو 13 شهر؟ الراتب 2000 2100. فعطوني باقي عقدي وتيسرت لي نفس راس المال اللي يعني اسست في النهايه مع الاخ محمد رضا اليوسفي الشال، وبدانا هناك يعني بدانا من ذاك التاريخ اللي هو سنه 81 اول صيف 81. هل علمت أولادك وأحفادك الادخار والاستثمار؟ لا، مثل ما قلت لك من ساعة أنا لا يمكن أن أنصح ما لم يطلب النص. طيب عندنا ضيوف مهمين حابين يوجهوا لك رسالة،
ممكن نشغل فيديو؟ يا محمد هلا اليوم وين جايبين هم؟ أهلا وسهلا هذه وان شاء الله ان شاء الله مسجل بس اما قريب وصغير وهادي وتعلمت منك شلون اطبخ البسكوت الجوز الهند والشيء اللي ابي اقول انه لما ولا تسميني بكاشه بس الشيء اللي بقول انه لما ترد من حداق ريحتك سمك لعبة معاك هي فيها شوية سرعة بديها راح أقول لك كلمات quick questions كلمات وترد علينا إما كلمة أو جملة أوكي راح نلعب لعبة أوكي راح أقول لك كلمة وأنت ترد علي شنو أول شيء يطري على بالك لما أقول لك هذه الكلمة أوكي هذا أصعب شيء إيه أوكي يلا أول كلمة الكويت حبيبتي الكويت طبعاً الغش ها الغش الغش اللي ودرنا يعني في النهاية الشهادات المزورة كلها غش ها؟ الصداقة صداقة شيء جميل جدا الموت بعيد الشر عنا وعنكم الموت قدر يعني في النهاية أمر محزن بس قدر أم عبد الله عبد الله والنعم الفشل الفشل أنا أعتقد هو دافع للنجاح الفشل مو معيب طيب والنجاح الاستسلام والنجاح يجب أن لا يدفع إلى غرور يعني النجاح هو قتال بس قد تفشل إذا ما يعني ما احترمته. طيب. الفلس. إذا الفلس مو غاية يعني يجب أن يكون وسيلة. الواسطة. شيء محزن مؤذي. طيب. عبد الله أنا ممتنة جدا على حبيث. هذا الحديث الشيق. أتمنى لك ولأسرتك الكريمة الصحة والعافية. الله يخليك مشكورة. وشكرا جميعا. على حسن الاستماع ودمتم سالمين الله يخليك سيد جاسم السعدون هذه أهم يعني حصيلة أخذناها اليوم شكرا لألك الله يخليك أنت مشكورة أنت مشكورة ما تسلم الله يخليك تسلم 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 شكرا للوياك كثير كثير الله يخليك وأنا فخورة أن أكون قريبة من الشعب الكويتي من خلال لوياك شكرا جزيلا لألكم تسلمين بلها. تسلمين شكرا أهلا وسهلا شكرا ست نيكول شكرا كثير على جهودك مع الشباب والشابات اعتقد كانت من امتع الورش اللي مروا فيها خصوصا في بعض الشباب مرين بورش سابقه فاكيد يعني حسوا ان ورشتك فيها اضافه كبيره لهم وانا بتشكرك كثير وعلى صبرك وعلى صبرك الكبير وسعة صدرك وخصوصاً العدد كان أكبر من المألوف أكثر من المألوف العادة ما ناخذ هالعدد الكبير فأشكرك مرة ثانية على صبرك وأنت أستاذة قديرة جداً وإحنا تشرفنا بحضورك معنا وأنا بتشكر أولاً ضيفنا أستاذ جاسم السعدون أبو عبد الله ألف شكر وأنا أدري إن إيش كثر وقتك ثمين بس يعني العشم من الشباب يستحقون ما قصرت وإلا ما كنت يعني شغلتك هذا بس أنا عارف إن الشباب يستحقون هذا الوقت وشكرا إنك سمحت لنا إن إحنا نتطرق للجانب الشخصي وأشكر رنا اللي ساعدتنا أيضا في هذا الموضوع وأحب أتشكر طبعاً شركائنا شركة المركز وجريدة الجريدة
وشركة هايسكو وشيرتون الكويت وشيرتون. أشكرهم جميعا على هاي الرعاية الثمينة اللي نقدرها واللي قعدت دائما يعني هم دائما شركاء استراتيجيين مو بس في الجوهر في عدة برامج لنا. كما أشكر حضور اتحاد الشركات الاستثمار وأشكر حضور اتحاد المصارف وأشكر جميع الحضور الموجودين وأشكر الطلبة اللي اجتهدوا وبذلوا جهد كبير أنهم يقدمون هذه المقابلة الجميلة. وشكرا لكل من سمعنا وشكرا لكل الستاف التيم مال الجوهر مهدي وزياد وبسمة طبعا ونسرين ومية مية مية متخبية هناك. فأشكر تيم الجوهر كله وأشكر كل لافة. شكرا لكم جميعا.